صباح اليوم 21 أكتوبر 2020، برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. تأثير الألوان بغرف نوم الأطفال والمراهقين ببيت بيوت مع المهندس عماد سالم. عصام بحاجة لمساعدتنا وتكفلنا بكلنا لبعض. أسئلة مهمة عن فيروس كورونا رح نسمع الإجابات العلمية عليها مع دكتورة جوستين سيسين بسمع مني. المواجهة مستمرة مع الصحفية والناشطة جيتا مشيك بيوميات ثورة. نيشان وميشيل حايك بيلتقوا الليلة على الجديد بحوار من نوع آخر. إلها حل مع الصحفية محاسن مرسل لتخبرنا عن سقف الصحوبات بالليرة اللبنانية. المعلومات المغلوطة مع ساندرا فواز بمش غلط. الدولار الطلابي الجامعي وأثاره القانونية مع المحامي أشرف الموسوي بالقانون. عروس الثورة نصب يخلد مظاهرات 17 تشرين من مخلفات انفجار مرفق بيروت مع حياة ناظر لبيروت. لنعرف أكثر فيلم بيروت 607 مع المخرج كريم الرحباني والممثل فادي أبي صبرة. أما ضيف اليوم سعاد رتني وآخر أخبار وتحليلات الصحف مع زميلي كلارا جحا والحدث مع زميلي سمر أبو خليل. مش من زمان يعني قبل ما نكبر هالقد كنا نفكر انه كل الناس بيفكروا مثلنا وبيحسوا مثلنا، ويلي بيزعلنا كمان بيزعل كل الناس، ويلي بيفرحنا مش ممكن ما يفرحهم كلهم. مش من زمان يعني وقت كنا صغار ما كنا نتوقع من الناس ردات فعل نحن ما بنعملها وما بنفهمهم وقت نكتشف انهم عم بيكذبوا او يحقدوا. وقت كنا صغار ما كنا نعرف انه الكبار ما بيشبهونا. ما كنا نتوقع أنه بس نصير كبار نحن كمان رح نتغير، رح نكتشف أنه مش كل شيء لونه أبيض وأنه الحلو من برا مش دايماً حقيقي، ويلي هو سبب سعادتنا ممكن يكون محور تعاسي لغيرنا. بس كبرنا وصرنا نشوف أكتر صرنا نخاف ونقلق وناخد حذرنا وما نقول كل اللي منحس فيه مثل ما كل الصغار بيعملوا. بس كبرنا صار في صغار بيطلعوا فينا وما بيفهموا علينا وما بيعرفوا شو بنا وليه ما بنتصرف مثلهم ومنحب مثلهم ومنضحك مثلهم. مش من زمان كنا بعدنا صغار ويا ريتو طول هالزمان قبل ما كبرنا. صباح الخير من الجديد من صباح اليوم. اولى فقراتنا اليوم رح بتكون مع بيت بيوت. بيت بيوت فقرة أسبوعية مع المهندس عماد سالم. بصبحك بالخير عماد، أهلا وسهلا. اليوم عم نكمل شوي اللي بديناه بالأسبوع الماضي. كنا حكينا عن تأثير الألوان بغرف الأولاد، كنا حكينا عن غرف النوم، عن غرف النوم عند الأطفال. اليوم عن تأثير الألوان بغرف الأطفال الصغار يعني حديثي الولادة، ورح نحكي عن المراهقين والمراهقين. نحن قسمنا غرف النوم لأنه غرف النوم متنوع على الأولاد، والأولاد هن عندهم أعمارهم بتأثر كتير، يعني غرف النوم بتأثر على أعمارهم، هن أعمارهم بتأثر على غرف صحيح. النوم تبعهم، يعني كل واحد عندها شخصيتها. فهلأ يوجولي النيرسري يعني هنا الحديثي الولادة إذا بدنا نحكي، هيدي الغرفة يلي نحن بنحلم فيها أكتر ونحن بنعملها كأهل. بعد كأهل يعني نحن ما بعد الأولاد ما عندهم رأي، فيوجولي هيدي الغرفة خصوصا بأول بيبي بنكون عم نحلم فيها، وهي إذا بدنا كفرنتشر بقلبها ما فيها كتير، فهي لازم تكون كتير بسيطة. فنحن أكتر شيء وين بيروح خيالنا أكتر؟ على الألوان. هون بدنا نحكي شوي تأثير الألوان على الأطفال، لأنه الألوان ما فينا نحط الألوان اللي نحن بدنا إياها، شوي الألوان بتأثر على الأطفال. هيك بركي الأهل بيصيروا ياخذوا فكرة ينقوا هالألوان اللي بدهم يحطوها للولد. يوجولي نحن الألوان بننقيها حسب أول شيء نحن رأينا وحسب جنس الولد، يعني إن كان بنت منروح عادة على ألوان معينة وإن كان صبي منروح على ألوان معينة. هلأ بس نحط أول صورة رح نحكي شوي أنه الألوان تحديدا تأثيرها بشكل كتير سريع عند الأطفال، ننتقل للمرحلة الأكبر يلي هي عند المراهقين، لأنه لا. هون في ديلام شوي قوي. نحن بنعرف أنه عنده بالألوان في نوعين ألوان، في الورم كولرز الألوان الدافية، في الألوان الكولد كولرز، كل واحدة إلى اختصاصاتها. الورم كولرز هي الألوان عادة تنحفظها مزبوط اللي هي بتنطلق من الشمس، يعني هن عادة الأحمر الأورانج الأصفر ومش تقيتهم. هتنبلش رح نحكي بكتير تفصيل وكتير سريع عن كل لون. الأحمر
عادة بينصحوا الأخصائية النفسانية أنه هيدا اللون الأحمر يستبعدوه من غرف الأولاد، يعني ما نركز عليه لغرف الأولاد، لأنه هيدا اللون فيه إنرجي كتير قوية وبيعطي طاقة كتير قوية، ونحن بعمر معين بدنا الولد النوم له أهم من الإنرجي، من حركته بعمر معين. اليلو هو إذا بدك الشمس، نعم. وهيدا لون كتير بيعطي طاقة وإنرجي حلوة، وعادة بينصحوا أنه نحطه مع الكولد كولرز. دايما الورم كولرز هي ألوان كتير دافية وفيها حياة وفيها حركة، فيلي بيحبها دايما يحطها مع الألوان الهادية أو الألوان النوتري اللي نحن حكينا عنها بحلقات سابقة، اللي هي عادة الأبيض والأسود ومشتقاتهم الجراي والألوان الترابية. الألوان الترابية هي ألوان كتير مهمة لأنه رح ترجع الولد للروتس تبعوله، فنحن بنحط الالوان الترابيه هالاربع الوان اللي هي النوتر والترابيه الابيض والاسود، بنزيد مع الالوان يلي نحن بنحبها، ان كان الزهر ان كان الاصفر يعني بيكون وإن كان بلمسة الأحمر. هالالوان مش اكثر، ما صحيح. تكون هي السنتر تبع الاوضه. صحيح. هلا الالوان الورم كولرز اهم شيء نخففها، يعني بدل الاحمر نروح على بيربل، بدل الازرق القوي او الموف القوي اللي هو رويال نروح على الليلا، الأورانج القوي نحطه بتاتشز كتير قليلة، فهي أساسية. نرجع بنروح على الألوان البيض اللي هي الأزرق والأخضر. الأزرق والأخضر دايما نحن بنروح على الألوان الباستيل، منلبقها. نحن كتير شاطرين بالتلبيق، سبيشلي اللبنانية، يعني كتير شاطرين بالألوان وكيف يلبقوا الألوان. فألوان الباستيل يحطوها مع ألوان ترابية وهادية، والأخضر نعرف أنه الأخضر لون كتير مهم، لأنه الأخضر لون بحفز شوي على إذا بدك على الحلم، على الخيال، على القرية أكثر، على الانتلكتيال. يعني هو من صغره من حثه أنه يكون مطلع أكثر. واللون الأزرق شغلة كمان بدي أقول عنها مهمة، أنه اللون الأزرق عنده إفة يخفف من الحر ومن الرطوبة. فكمان إذا نحن بمنطقة فيها حر ورطوبة وما قادرين نأمن كليما معين، لون الأزرق بيساعد على هذا الموضوع. هيدي باختصار الألوان. فإذا هي ألوان هادية لازم تكون، إذا بده يكون في ألوان نارية قوية تكون بلمسات بسيطة بغرف الأطفال. صح. والدمج كتير أساسي بين الكولد والورم كولرز، هيدي كتير أساسية بغرف النورسيز. نعم. رح ننتقل لشيء يمكن أكثر بهم الناس. صحيح. حتى الأهل وحتى هن الأطفال نفسهم يلي هلا صاروا مراهقين. صح. يعني هون الأوضة بتتغير. صح 100%، خصوصا عند المراهق. المراهق هي حاله بحد ذاتها، يعني المراهق اذا بدك نحن في اهل يمكن بيتذمروا من عمر المراهقه، ما بنفهموا يعني بيتذمروا من عمر المراهقه، فبينطلب منهم انه يعملوا ستيب باك شوي، يطلعوا عليه من بعيد ويجربوا يعيشوا اللي هو بيعيشه، يلي الشخص المراهق بعيشه، رح يلاحظوا انه حياته احلى بكثير من حياتنا، وعنده اشياء كثير مهمه نستفيد منها. بدنا ننتبه انه المراهق هو شخص عم ينمى، هو شخص عم ببلش يصير عنده خصوصيه. هلا اذا بنحط رقم 3 من الصور رح نعرف عن شو عم نحكي. هو شخص اذا بدك عم بيصير عنده إذا بدك الاكتشاف، مش بس الاكتشاف، عم بيصير عنده، عم تتكون شخصيته. وهيدي الشخصية اللي عم تتكون يلي فيها يكون فنان، في يكون موسيقي، في يكون صناعي، في يكون إذا بدك شو دوكيومنتير، عالم، هيدي كلها نحن رح نشوفها بغرفته. فهلا هي الصورة عماد اللي لا رح نحط الصورة رقم 3 اللي بعدها. نعم صح. هيدول الصور اذا بدك، او هول الصور هلا رح نحكيهم، رح نحكي عنهم هن تحديدا عن الصبيان. رح نقسم الفقرات عندنا على المراهقين الصبيان والمراهقين البنات، لانه في شويه اختلاف. الصبي اول شيء ببلش عنده القوه، يعني هي wants to be protective، عنده الحمايه، بده يفرض حاله، بده الخصوصيه تبعه، بده الخصوصية حتى عن أهله، بده الخصوصية مع أصحابه. رح نلاقيه عنده انعزال معين، رح نلاقي عنده متطلبات معينة، فرح نعطي نقط كتير واضحة حطيناها هلأ إذا بيحبوا يفوتوا على الإنستغرام بيعرفوا هن النقط يلي لازم نتبعها بغرف المراهق تتسهلنا حياتنا. أوكي. أول نقطة هي to simplify، أهم شيء البساطة، ما بدنا نعجق ونحط كل شيء من عنا، لأنه هو رح يعجقها لحاله، يعني هو رح يحط الأشياء اللي بده إياها لحاله. ثاني شيء بدنا نأمن له مكان، يكون في مكان للسيتنج اريا، يعني يقدر يقعدوا، لانه رح يستقبل، ممكن يستقبل كثير اصحاب بقلب غرفته. صحيح.
رح ممكن نترك له محل ليحط مقتنياته يلي هو بحبها. يعني كان عنده هوايات الفوتبول، كان عنده هوايات مثل هون عنده هوايات الكابس، بحب الكابس فممكن يحطها. ممكن كمان نترك له مجال للبريكولاج، لأنه خصوصا يلي عنده توجه صناعي أو عنده توجه حرفي معين ممكن تلاقيه هو عم يشتغل، يمكن هو يخترع يعمل غرفة الملابس تبعه أو الخزانة تبعه أو يعطي حيلا. هاي بدنا نترك له مساحة لإله. بالنسبة للألوان سبيشلي المراهقين بفضلوا الألوان يلي هي ميلة للأسود وال اذا بدك الاسود والناري، هن ناريه بحد ذاتهم يعني، صح، خاصه الصبي. عم نحكي على الصبيان تحديدا. نعم. على الصبيان. فافضل نحن وقت نكون نحن عم نعمل الغرفه نترك الغرفه هالقد سامبل، ونترك هيدا الحيط المميز اللي يصف اللي يحط اللي بده اياه فيه. ممكن يعملوا بريك، ممكن يحط وول بيبر، ممكن يعملوا احمر، ممكن يعملوا ازرق. فهون لازم نترك له الحريه لانه هاي بالنهايه غرفته. نعم. وشغله اساسيه بدنا نترك له محل يعبر فيها اذا بدك عن طموحاته، محل كثير اساسي انه للدراسه. يعني المكتب الدراسي لازم يكون ابيلينج، لازم يكون بيرغب، لانه نحن ها بمرحله اهم شيء عندنا يكون عنده دراسته. صحيح. بالمقابل بدي اسالك سؤال قبل ما تحكي عن البنات، يعني حكيت عن قصص كثيره، هل بتقدروا انتم كمهندسين انه بهالمساحه اللي بنعرف مش كل البيوت فيها مساحات كبيره او غرف نوم الاطفال بتكون كبيره، بتقدروا تعملوا كل هالمتطلبات بغرفه 4x4؟ يمكن 4x4 هي غرفه كبيره حتى نيحة يعني. 4x4 هي غرفة كبيرة. هلأ الستاندرز هن 4x3 ماكسيموم هيدا بلبنان. إذا طيب بتروحي، شو بيصير هون؟ إذا بتروحي على الأوروبية بتكون 3x3، يعني 9 متر كاري هي الغرفة الشرعية. فهون الزكا يلي بيعتمدوا المهندس، وهون الألوان يلي نحن بنعتمدها كيف نعطي الأوضة أوسع، إن كانت أضيق، إن كانت رايحة بالطول أو مربعة. هون خبرتنا لازم تأثر على الموضوع. أهم شيء كنا حكيناه بالحلقة السابقة أنه نجرب ما نستعمل كل حيطان الغرفة، هاي اللي شغلة كتير مهمة، نستعمل ميلة واحدة من الغرفة تتبقى المساحة الباقية هي اللي قلناه بالمرة الماضية، أنه هو كيف منحط الأسرة، يعني الأسرة. السرير أو السريرين صحيح. بقلب الغرفة، لأنه هو المساحة الأكبر بالغرفة. صح. هو السرير، ونترك المساحة اللي بالنص لتستعملها لها المتطلبات. 100%. 100%. للبنات إذا بنحط تاني صورة، البنات عندهم نفس الأشياء مثل الصبيان إذا بدك من ناحية التكنيك البعيدة. بس الأهم بالموضوع أنا برأيي البنات بدنا نعطيهم الجلامور اللي هن بيحبوه، بدنا نعطيهم بدنا ننتبه أنه البنات ممكن يستعملوا الحيط الخامس بنسميه اللي هو السقف. فالسقف هو إذا حلو. بدك السقف هو شيء كتير أساسي بالغرفة عندنا، لأنه البنت رح تحب ممكن الشاندلريز، ممكن تحب ترسم على الحيطان، رح تنزل كتير اشياء من السقوفيات. فنحن وقت نكون عم نعمل ديزاين لازم ناخذ ان كونسيدراسيون الحيط الخامس اللي هو السقف عاده بنشتغله. بدنا البنت كمان بدنا نترك لها محل، هن بيكون عندهم تاندانس موسيقى، فكتير حلو نعطيها زاويه اذا بدك كورنر يلي بنسميها هي كورنر خاصه بالبنات. نحن بنعرف ممكن تكون كافي تيبل مع 2 فوتوي. هلا اذا حطينا الصوره رقم 4 رح تبين معنا، ممكن تكون شيء معلق، كرسي معلقه لحالها، تكون ميوزك هب اذا بدك لها. شغله ثانيه، صحيح، شغله ثانيه مهمه، الباترنز عند البنات. يعني الوول بيبرز عند البنات مش مثل الوول بيبرز عند الشباب. عند الشباب هي اكثر جيومتريكال، عند البنات في عندنا تاندانس ننقي نحن كمهندسين حتى هي ننقي ندمج الباترنز. يعني كان فلوري مع جيومتريك مع كلهم مع بعضهم. شغله كمان بدي اقولها اساسيه، اذا الغرفه عاده بدنا نحط فيها شخصين وخصوصا عند البنات كثير مهم الاساسيه، اول شيء قلنا تو سامبليفاي. شغله ثانيه بدنا نخلق محل للدراسه يكون موجود للدراسه تيكون ابيلينج، مش نعطيهم طاوله كرمال يحطوا الطاوله ويشيلوا الطاوله، هيدي للافاده تبعهم. وشغله ثالثه يكون كل شخص عنده استقلاليته، يعني اتليست نقسمهم حيطين، هيدي البارت لشخص معين وهيدي البارت لشخص الثاني. هول الثلاثه الاساسيه، ونترك كل واحد يعبر على شخصيته حتى لو برف، يعني حتى لو برف، اذا المساحه ضيقه نعطي رف نقول هيدا الرف لهيدا الشخص وهيدا الرف لهيدا الشخص، تيكون يقدر يعبر عن شخصيته، لانه هون بهالعمر هو بده يكون مستقل ويقدر يعبر عن شخصيته بالمساحه اللي عنده.
حتى حلو. لو هي تخت حينبسطوا منك المراهقين اذا عم يسمعوك هلا، لانه اجمالا الاهل بحبوا هن يتدخلوا بكل هالتفاصيل. صحيح. صحيح. صعب التعامل بالنهايه، بدي اسالك السؤال عماد، مع المراهقين صعب او بتحبه انت كمهندس؟ في نوعين مراهقين، في مراهق هي دازنت كير، يعني ما فرقانه معه، بيقول لك اعملي اللي بدك اياه، لانه هون بتعرف انه هذا المراهق حياته هي اكثر برات برات البيت اللي هو عايش فيه، مش ما عنده هالخصوصيه اذا بدك اللي هو بده يستقل فيها. وفي مراهق كثير بيتدخل، وهون مشكله المراهق اللي بيغير رايه كثير، خصوصا اذا الورشه اخذت فتره سنه سنتين، يعني بتلاقيه على ال 14 عنده عمر، وصل على 16 يمكن خلصنا الورشه عم نعمل فيلا او عم نعمل بيت مستقل، صار توتالي غير، صار بده غير شيء، غير شيء. هذا المزاج المتقلب عند صحيح. المراهقين. البنات لا اكثر اهدى، لانه البنات هن بيعرفوا يحاولوا الاشياء لحالهم، يعني فيك تعمل حياة فوشه، لو بطلت تحب الفوشه بتلاقيها لحالها غيرت اللي بدها اياه. وما في مشكله هون بتاثير الالوان عماد القويه بغرف المراهقين؟ كرمال هيك نترك الالوان لالهم، كرمال هيك نترك الالوان لالهم، هون المراهق مجبور يعطي رايه، كرمال هيك عم بقول اول تب للمراهقين هي تو سمبليفاي، يعني نبسط الاشياء، نحن ما نخترع، بده تخت بس نحن نوزع اللي اوت، هو اساسا نوزع بطريقه صحيحه، نخلق له مكان للتخت، نخلق باك جراوند معين نحن عايزينه لحاله، نخلق مساحه للسيتينجز ومساحه للدراسه، هول الثلاثه قد ما هن بيكونوا هينين وبيكونوا مفصلين مزبوط، هو الشخص الثاني رح يقدر اذا بدك يزين الغرفه اللي بده اياها بالطريقه اللي هو بده اياها. نعم. صدقيني رح تطلع مميزه مثل كاركتيره. نعم، شكرا عماد سالم على كل هالمعلومات، بتمنى اكيد يكون فادوا الاهل اكثر شيء، لانه هذا الشيء بحيرهم. صح. ويكونوا عرفوا انه المراهق كمان عنده دور بغرفته بمطرحه. شكرا. صحيح. واهلا وسهلا فيك. منتابع مشاهدينا صباح اليوم، نوصل ليوميات ثوره. يوميات ثورة لليوم عبر تطبيق زوم، معي الناشطة جيتا مشيك، صحفية وناشطة سياسية. والموضوع اليوم جيتا صباح الخير، عن المواجهة المستمرة للثورة. صباح الخير جيتا. صباح النور ماجي. جيتا اليوم رح نحكي عن يعني صعوبة هالمواجهة، الإصرار على هالمواجهة ضد سلطة، يعني مثل ما كنا عم نناقش بهالتوبيك اللي بدنا نحكيه اليوم، عم تفقد من مشروعيتها ومن شرعيتها كل يوم أكثر من يوم. كيف بدها تستمر هالمواجهة؟ بأي شكل؟ بعتقد جيتا يمكن كأنه ماجي تفضلي. أنا وصغار بيوقفونا بالمدرسة. هلأ عم نسمعك. ليك من بيوقفونا بالنشيد طبعا اللي هو شرف لإلنا، ودائما بالنشيد بيقولوا قولنا والعمل في سبيل الكمال، ولكن للأسف ما حدا عم بيطبق هذا الكمال بلبنان، لا من الوزراء ولا من النواب. فالمواجهة مستمرة صحيح، ونحن ضوينا شعلة الثورة لحتى ما تنطفي، وما حدا يقول انطفت ونحن قعدنا، لا، المواجهة عم تستمر. وقت اللي بنضل مكملين بكسر هيبة السلطة، نحن عم نضل موجودين على الأرض، وفي ناس فكر موجودة عم تقوم بدراسات وعم تشتغل شغلها كفكر تيكون في بدائل وحلول بوجه هيدي السلطة، لأنه نحن بنعرف كثير منيح أنه في حزب الكنبة يلي قاعد وناطر أنه الثورة تقدم له حلول لحتى يرجع يقدر ينزل معها على الأرض ويحشد لحتى نكون تحت مطلب واحد نقدر نوصل. جيتا لو سمحتي بدي اقطعك شوي، لانه ما عم نقدر نشوفك، الكونكشن يمكن عندك شوي ضعيفه، رح نرجع نتصل فيك لان حابين نسمعك ونشوفك بهالموضوع الحساس. مش دائما يعني الكلام بيعطينا الرساله الكافيه اذا ما شفناك. رح نرجع نتصل فيك بهالوقت، رح ننتقل لفقره كلنا لبعض. أنا اسمي عصام عنتبلي، عندي أربع أولاد أعمارهم كلهم تحت 18، يعني 15 بالظبط كلهم. كنت بيع خضرة بمحل، أولادي
اثنين حطتهم بالمدرسه بداخلي واثنين قاعدين بلا شغل، يعني نحن قاعدين بلا شغل، هن ما في بايدهم مصلحه، ما في بايدهم شغل. وضعي سيء كثير، اجار بيت 350,000 وحياة الله اجار بيت بيدفعوا بثلاث شهور، اجار مي ما عم بدفع بالمره. ناطرين هلا رفع علي دعوه صاحب البيت. تعورت بالانفجار. انا كنت عم بفتح الباب طلع الانفجار الثاني كبتني لجوا. انكسر حوطي ووركي. فت باربع شهر على المستشفى عملوا لي عمليه بسبع شهر. ما عندي وراء امومي، عملوا لي عمليه بسبع شهر، هلا ما بقدر امشي، قال لي الحكيم من هلا ست شهور بتمشي. وضعي سيء. وضعي كثير سيء. ما استير راد بيتي. عفشي كله تكسر بالانفجار، التلفزيون انكسر بالانفجار. كله راح بالانفجار، وكله بيجي بعيد بياخذ اسمي بعيد بيروح ما بيرجع. يعني بروح لعند اختي ما بقدر امن انا اكل، بروح لعند اختي بتساعدني شوي، بروح لعند خيي بيساعدني شوي. يعني هلا الدواء رحت لجيبهم جيب حق الدواء من اختي ما عطتني ما معها حق الدواء السكري 12,000 ما معها لا دواء سكري فيه ولا دواء ضغط فيه كله مقطوع. اوكي يعني انا هلا قاعد على الكرسي ما فيني امن شغل ما فيني اشتغل بدي اقل شيء ست اشهر لامن له مصروف بالبيت. ما بدي شيء بدي يساعدوني بس باجار البيت. مثل ما سمعنا قصة عصام بهالتقرير ويمكن ختموا بشيء مباشر بيقول فيه انه المساعدة اللي بيتمناها من كل اللي عم بيسمعوه هو مساعدته بأجار البيت. انه ينكسر على أجار البيت اكيد بيخلي كل حياته تتغير، ما بعود قادر يمكن حتى يبدي قصص على قصص، مع انه يمكن الأولوية هون انه يضله قاعد ببيته ويقدر يدفع أجار بيته. نحن دائما رقم التليفون يلي بنحطه على الهواء هو رقم عصام المباشر، اليوم رقم عصام لحتى تتواصلوا معه وتسمعوا منه أكثر تعرفوا عنه أكثر، لأن مش دايما بسهولة بنعرف هالشي تماما بيقدروا الناس يخبرونا هالقد عن وجعهم. أكيد بيكونوا عم يختصروا الكثير من كل مشاكلهم يلي قاطعين فيها. إذا حابين تتصلوا بعصام على الرقم 7881530 لمساعدته، مثل ما هو قال الأولوية بالنسبة له هو أجار البيت، وأكيد عنده قصص تاني سمعناها بهالتقرير بحاجة لدعمنا لوقفتنا حده لحتى نقدر نكمل بهالظروف الصعبة يلي عم نقطع فيها. كل الناس يلي عم تتصل فينا كل نهار أربعة نحن وعم نعرض أي تقرير لأي عائلة أو أي شخص، عن جد شكراً لكل شخص منكم عم بيلبي هالنداء كل نهار أربعة. وكل مرة كنا نفكر نحن وعم نحضر هالتقرير لنعرضه على الهواء إنه عن جد الظروف الصعبة اللي عم تقطع كل الناس كل يوم أكثر من يوم، كل يوم نحن عم نواجه مشاكل أوقات منحس إنه ما بقى عنا القدرة إنه نتحملها أو نتابع فيها، صار عنا خوف وقلق كبير من بكرة. بس بنرجع بنقول مبلا أكيد الناس لبعضها، أكيد الناس بتفكر قد ما كان يمكن اليوم مدخولها صار محدود، قد ما كان قلقها من الوضع الاقتصادي كبير وصعب، بتضل تفكر بالناس اللي حواليها، بتضل تحس بهالفرح يلي بيدخل على قلبها كل ما ساعدت شخص حدا، ولو كانت هالمساعدة نحن بنفكرها صغيرة. مساعدة صغيرة ممكن كتير تعمل فرق بحياة الناس اللي عم نتعرف عليهم بهالتقرير، لأنه وقت يوصلوا ويطلعوا ويخبرونا عن مشاكلهم عن معاناتهم أكيد هن وصلوا مرحلة بيكونوا فيها بحاجة ماسة لأي دعم لأي محبة لأي دقة باب ممكن حدا يقدر أنه يساعدهم فيها. بدي أشكر الجميع على كل مساعدتكم، وأكيد بدي حيي عصام وأشكره على طلته معنا. منتابع صباح اليوم ومنوصل لفقرة اسمع مني.
اسمع مني اليوم رح بيجاوب على أسئلة كتير مهمة، أسئلة صرنا كل يوم نسمعها، كل يوم منقلق منها أكتر لأنه منحس أنه في تناقض حولها بالأجوبة، إن كانت أجوبة حتى علمية أو شائعات بنسمعها من بعض الناس. بسمع مني اليوم رح استقبل دكتورة جوستين سيسين، اختصاصية بأمراض الصدر والرئة. صباح الخير دكتورة سيسين. صباح الخير ماجي. اليوم دكتورة سيسين رح نجاوب على ثلاث أسئلة بالتحديد كتير مهمين بالنسبة للناس، هالأسئلة يلي بتخوفنا يوم بعد يوم مع استمرار ارتفاع كل هالأعداد بفيروس كورونا، مع خوفنا الكبير من أنه كل الإجراءات اللي عم بتصير حولنا، التسكير كله، ما بعرف إذا كلمة ما بينفع هو الكلمة الصحيحة بهالمطرح. أول شيء خليني بلش من فكرة سبق وحذرتي منها دكتور سيسين، وكنت أخذي موقف منها، هي فتح المدارس، وكنا قلنا أنه هالشيء يمكن رح يزيد بالأعداد، رح يزيد الخطر، الخوف، القلق، خصوصا أنه اليوم عم نسمع أكثر وأكثر أنه لا، الولاد ما بينعدوا، الولاد أعراضهم أخف، الأطفال الصغار ما بيعدوا غيرهم. ما بعرف يعني هل هالشيء أول شيء سليم وصحيح، هل هالمعلومة العلمية مظبوطة، هل الأولاد الصغار بيعدوا غيرهم مثل الكبار؟ أول شيء بدي أشكركم ماجي لأنه دايما بالجديد بتساعدوني تضوي على هيدا الموضوع نزيد التوعية بموضوع كورونا. برجع بقول أنه ما كورونا هي فيروس جديد ونحن عم نتعلم عنه، واكيد في دراسات بتطلع وبنقريها، وقرينا دراسات انه الاولاد ما بيعدوا او ما بينعدوا بسهوله وما بيعدوا بسهوله. ولكن بدي اقول لك انه نحن الامثال الحيه عم تمرق معنا كل يوم، عنا عيال بيات انعدوا، عدوا اولادهم صغار بالعمر، او اوقات اولاد كمان عم يعدوا ستهم وجدهم، اولاد عم يكونوا صغار بالعمر. فاذا بدك عمليا على الارض هذا الشيء منه 100% صحيح. هلا يمكن النسبه منا كثير كبيره، بس انه نحن عم نشوف انه في اولاد عم ينعدوا من اهلهم بالبيوت، وعندي مرضى كثير هيك، في عندي عيال، يعني انا كطبيبه عم بحكي كخبرتي الصغيره بهذا الفيروس الجديد، لانه ليه بنقول خبرتنا صغيره؟ لانه الفيروس ما عمره سنه بعد. فانا بعدني عندي نفس الموقف من المدارس، واكيد كلكم شفتوا وصلكم على السوشيال ميديا المدارس اللي فتحت حتى للكبار، شفنا انه السوشيال ديستانسينج ما كان كثير محترم، يعني ما كان كثير محترم. فما بعرف نحن بظل بدنا يعني بالبلد بدنا نسيطر على اعداد كورونا، بدنا نخفف العبء على المستشفيات وعلى الجسم الطبي. ما بعرف اذا فتح قطاع جديد يلي هو قطاع المدرسه هو عمليه منطقيه بالوقت يلي عنا بديل. انا بعدني عندي نفس الموقف، انا بدي ارجع ماني عم بحرض الاهالي ابدا، بس بدي ارجع اطلب منهم للاهالي ما يتحمسوا بليز على فتح المدارس، لانه نحن بغنى على انه هلا الاعداد تزيد، مع انه كمان عندي موقف ثاني يعني بدي اطلب عبر شاشتكم يلي هو اذا بدك تسكير البلد بالطريقه اللي عم بتصير منها ابدا طريقه فعاله. نعم، هيدا هو اللي كنا عم نقوله، يعني عم نشوف الأعداد بعدها عم تتزايد، منطقة حد منطقة، واحدة مفتوحة واحدة مسكرة، الناس تتنقل بكل حرية، ويعني ما بعرف إذا يعني تسجيل هالمواقف دكتورة سيسين رح يوصل إلى المعنيين، يعني أنتو أكتر ناس عم بتشوفوا على الأرض، أنتو أكتر ناس عم بتشوفوا الأعداد اللي عم توصل على الطوارئ كل يوم. 100% يعني نحن أكيد عم نشوف، بنختبر بعياداتنا، يعني بالنسبة لشباط أو لأدار وقت تسكر البلد من كم شهر، وبالنسبة لهلأ نحن الأعداد أكيد بعياداتنا وبالمستشفيات زادت كتير، يعني صار العبء كتير كتير كبير، والناس حقها تتحكم. بس إذا حقها تتحكم كمان أنه بده يكون، إذا بدك المسؤولية مثل ما هي على الدولة، المسؤولية كمان على المواطن، بده يحترم الإرشادات لحتى يقدر يحصل على حقه أنه يتحكم بشكل طبيعي، مش أنه نقول له ما في محلات بالمستشفيات. وهيدي صدقوني عم بتصير يوميا معنا. نعم. صدقوني أنه عم نواجه مشكلة أنه نقدر نفوت المرضى على المستشفيات. الناس عم بتلومنا أوقات، بس إذا ما في محل شو فينا نعمل؟ اللي هن مسؤوليتهم هلا انه هن ينتبهوا، يقعدوا بالبيوت، ما يتخالطوا ابدا. نعم،
دكتورة سيسين، كمان سؤال تاني من الناس ومهم وبنسمعه وبنفكر فيه كتير، مدى الصحة العلمية للمقولة اللي بتقول إنه الشخص اللي بينصاب بفيروس كورونا هو بيحمل مناعة ما بعرف لأي وقت، ما بعرف قديه بتضل بجسمه، هل هو كمان بيرجع بينعدى، ممكن ينعدى مرة تانية بنفس الطريقة كمان؟ كتير سؤال مهم وكتير بنسأل عنه. الشخص اللي يصاب بكورونا بيكون مع الوقت مناعة بتحميه لمدة زمنية معينة، هالمدة الزمنية المعينة بتختلف من شخص للتاني. لحديد هلأ اللي بنقدر نعرفه أنه ماكسيموم في عنا 9 أشهر. نعم. كمان برجع بقول ليش 9 أشهر مش أكتر، لأنه كمان نحن مع فيروس جديد عمره أقل من سنة، يعني ما عنا دراسات بتقلنا قدي معقول هالمناعة تدوم إذا أكتر من سنة أو أكتر من سنتين. ولكن في أشخاص يعني المناعة بتكفيهم بس شهرين مش أكتر، يعني في إذا بدك بتختلف من شهرين ل9 أشهر. وقت نقول مناعة، نحن الفيروس وقت اللي بنلقطه جسمنا بيكون إذا بدك مضادات لهالفيروس، منهم اسمهم إي جي إم ومنهم اسمهم إي جي جي. إي جي إم بيطلعوا بالأكيوت فيز، يعني أول ما المريض يكون لاقط الفيروس تيدافع، وبعدين بتطلع الإي جي جي بعد فترة معينة حتى يكون عندنا مناعة طويلة تحمينا لفترة زمنية معينة. هيدي المناعة الإي جي جي بتختلف قديش بتضاين بالجسم من مريض لمريض، في منهم بعد شهرين بتختفي هيدي المناعة وفي منهم بتضاين 9 أشهر. واخر كمان دراسات طلعت بتقولوا انه they can predict انه هالمناعه بعض الاحيان ممكن تدوم لسنه او لسنتين، بس هيدا منه اكيد 100%. نعم. وانس هالاي جي جي بيختفوا من الجسم نرجع معرضين مثلنا مثل اي حدا تاني لانه نلقط الفيروس مره نرجع ناخده مره تانية. نعم، يعني لازم يضل الحذر موجود. لو كنا شفينا اليوم من فيروس كورونا ما بنعرف قد ايه مناعتنا رح بتكون موجوده بجسمنا لاي وقت، يمكن تكون لوقت كثير قصير. فالكل لازم ينتبهوا، يضلوا منتبهين حتى لو لقطوا فيروس كورونا، لازم يضلوا اخذين الاحتياطات. بدي اقول انه يعني انه الشخص انه يلقط كورونا مره ثانيه، هن الحالات اللي صارت بالعالم يمكن ما بتتعدى اصابع الايد الوحده ماجي، منا الرول منا الراجل انه الواحد يرجع يلقط الفيروس مره ثانيه، بس حتى ما نخوف العالم. نعم. الاشخاص اللي انصابوا هن كثير 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 قليل، نحن متوقع انه ما تكون هيدي القاعده لكل صحيح. العالم ممكن تصير العدوى مرة تانية، ولكن منا هي القاعدة الأساسية. نعم، كتير مهم اللي قلتي، بس كمان دكتورة نحن الهدف من هالشيء أنه الناس تضلها منتبهة. سؤال أخير عن لقاح الإنفلونزا، يقال كمان عم نسمع كتير الناس راكدة بدل اللقاح، مع أنه اليوم مش كتير موجود بالصيدليات، عم نوصي عليه لأنه هو ممكن كمان يقينا من الكورونا، قديش هالشيء مزبوط؟ أول شيء بدي أقوله أنه لقاح الإنفلونزا لا يقينا من الكورونا. أوكي. لقاح الإنفلونزا هو بيساعدنا أنه يقينا من الإنفلونزا، من الجريب تبع فقط. الإنفلونزا الرشح تبع الإنفلونزا فقط. نعم. ليش عم نقول للعالم ياخذوا لقاح الإنفلونزا؟ لأنه العوارض تبع الكورونا والعوارض تبع الإنفلونزا كثير بيشبهوا بعضهم، ولسبب مش عم نسمعك اخر شيء كنت عم بتقوليه دكتوره سيسين، بعتقد الصوت راح من عندك، بس اللي كنت عم بتقوليه وبدي ارجع اكرره انه لقاح الانفلونزا ما يقينا من الاصابه بفيروس كورونا ابدا، هو بس بخلينا الوقايه منه هو للانفلونزا وعوارضها بحد ذاتها، لانه مثل ما كنت عم تذكري بما انه العوارض متشابهه إذا أصبنا بالإنفلونزا أوقات بنفكر حالنا ممكن نكون مصابين بالكورونا والعكس صحيح، بس لحتى يمكن تخف الأعراض إذا أنا فهمت الشيء مزبوط قبل ما ينقطع الصوت معك، لحتى تكون أعراض إنفلونزا قليلة وما نخلطها ببعضها. 100%. بعدك معنا مزبوط؟ أي أنا بعدي معكم، أنا بعدي معكم. ألو؟ إيه عم نسمعك دكتورة. أوكي، ما بعرف إذا عم تشوفوني بس ما يمكن عم تسمعوني. نعم. تأرجح وضح النقطة أنه نحن قلنا لسببين، ما تختلط عوارض كورونا مع الإنفلونزا، ولحتى إذا الشخص ما يلقى كورونا وإنفلونزا بنفس الوقت هيدا اللي بشكل خط يعني عامل خطورة كتير كتير كبيرة على صحة الشخص، خصوصا الكبار بالعمر والصغار بالعمر واللي عندهم مشاكل صحية، يعني لازم ياخذوا اللقاح. الشريحة
اهم شريحه لازم تاخذ اللقاح هن هدول الشريحه. اكيد هو الافضل انه كل العالم تاخذ الفاكسان انفلونزا، بس للاسف ما راح يكون متوفر بكل العالم لكل الناس يعني. صحيح. شكرا دكتورة جوستين سيسين، اختصاصية بالأمراض الصدرية والرئة، على كل هالمعلومات. دايما نحن هيك بننطر شوي منجمع لك معلوماتنا وبناخذ الإجابات العلمية منك بطريقة هالقد موضوعية. شكرا لك ونهارك سعيد. منتابع مشاهدينا صباح اليوم بوصل لإلها حل. إلها حل اليوم، موضوع كمان حساس الناس كلها قلقانة منه، بدي أطرحه مع الصحفية محاسن مرسل. أهلا وسهلا فيك محاسن. اليوم عم نحكي عن تحديد سقف السحوبات بالمصارف بالليرة اللبنانية، يعني ضاج الدنيا هاليومين بهالموضوع. شي ما عم يفهم حقيقة هالموضوع اللي عم بيصير، شي خايف منه. أول شي خليني بلش بالبداية، قدي هالموضوع له تأثير، شو هدفه بالأول وقدي رح يأثر علينا؟ نعم، أول شيء صباح الخير. أول يعني موضوع تحديد سقف السحوبات بالليرة اللبنانية، نحن بنعرف صرنا سنة يعني تقريبا عايشين على وقع من التعاميم والتوصيات والقرارات الصادرة من مصرف لبنان وأيضا من المصارف التجارية، قلت هيك لحتى ميز بيناتهم. نعم. طبعا هنالك تعاميم هي تحتاج إلى قانون، وهنالك تصرفات من المصارف هي أيضا تحتاج إلى قانون. ليش عم أقول هذا الحكي؟ لأقول أنه كل الإجراءات اليوم أو ثلاثة أرباع تقريبا من سنة لليوم هي غير قانونية، وهي استنسابية، وهي يعني كأنهم عم يتعاطوا معنا من حق التجارب للمواطنين فيما يتعلق بموضوع السياسات النقدية. بلشنا من بعد ثورة 17 تشرين، وكنا هون يعني انكشفت انه عندنا ازمه بالدولار الامريكي، او يعني عدم توفر السيوله بالدولار الامريكي سواء في مصرف لبنان وايضا في المصارف التجاريه. هذا الامر بلش من اب 2019، استمر واشتدت وطئته بتشرين الاول وايضا تشرين الثاني. بلش بتحديد سقف للسحوبات بالدولار الامريكي، بلشنا بسقف عالي بعدين سقف متوسط، يعني اللي بنقول سقف عالي تقريبا يعني كان في 1000 دولار، 500 دولار، 800 دولار، بعدين صرنا ننزل لل 200 دولار، بعدين وصلنا يعني مع اذا بنتذكر كلنا بين شباط وادار صار 100 دولار 200 دولار صفر. وحسب قد ايه عندك وديعه، بعدين اخذوا قرار بلبنة السحوبات. نعم. يعني وانا بس بدي اقول نقطه وهيدي لازم تكون حذر لنا وللمشاهدين، انه ثاني مره ما نمضي على الوراق قبل ما نقرا لو شو ما كان. بس إذا طبعا فتحنا حسابات مصرفية، يعني رجعنا قررنا نفتح حسابات مصرفية، أي تعاقد مع المصرف لازم يكون كتير دقيق، لازم ينتبه المودع للوراق اللي عم يمضي عليها. ليه عم أقول هذا الكلام؟ لأنه بتقول المصارف أنه هي ما في شيء بيلزمها أنه ترد الأموال بي يعني حسب الوديعة، أنت حطيتي بالدولار هي ما في شيء بيلزمها ترد لك بالدولار. من الممكن يعني أن يتم الإبراء، يعني شو الإبراء؟ أنه تعطيك المصاري أو توفي لك الوديعة عند استحقاقها بالليرة اللبنانية، لأن طبعا يعني هذا الأمر كمان منصوص عليه بقانون النقد والتسليف. نعم. أنه الليرة اللبنانية هي عملة الإبراء المحلية، ما في إجراءات قانونية طبعاً ممكن تتاخد 100%، بس وين الإجراءات؟ أو أنت عندك قانون كابيتال كنترول، يعني هي يعني حرق قيود على حركة الأموال من المصارف، كان ساعتها يعامل كل المودعين بنفس الوتيرة، ولكن للأسف تآمر أهل السلطة مع المصارف وأيضا مع مصرف لبنان، لأنه هن يعني ثلاث خطوط متشابكين مع بعضهم يلي هن أدوا فينا لليوم اللي عم بيصير فينا. تآمروا حتى ما يمر قانون الكابيتال كنترول وقت اللي نحن كنا عم نشحد، يعني تقريبا عن جد صار الامر بالوصف انه شحاده، نشحد مصرياتنا بالدولار، كان في تحويلات عم بتفوق ملايين الدولارات لبعض السياسيين واعضاء مجلس اداره واصحاب بنوك وايضا المحظيين يعني من رجال اعمال محسوبين على اهل السياسه. ننتقل لموضوع لبنان السحوبات. اول شيء انت بتعرفي انه المصاري المودع له مصاري مع المصارف، والمصارف إلى مصاري مع مصرف لبنان. أوكي. صح. فهون شو صار؟
هو بحق له يطبع مصاري مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف، في له يعني وايضا بالقوانين مرعيه الاجراء بحق له يطبع مصاري. ولكن اللي صار خلال 9 أشهر بالعام 2020، وبحسب طبعا هذه دراسة عملها الخبير المالي والمصرفي الدكتور غسان شماس، بيقول أنه أول 9 أشهر من 2020 انطبعت كتلة نقدية قيمتها 24,000 مليار ليرة لبنانية، توازي الأموال يلي انطبعت من العام 1970 لل 2019. تخيلي يعني، وهذا الشيء قديش نحن مفلسين، وقديش نحن عن جد يعني هذا الأمر أدى. طبعا أنت كتير هين القصة، لمن عم بتتوافر هالقد سيولة باللبناني عندك باقتصاد مدولر قائم على الاستيراد. يعني شو مدولر؟ يعني كل شيء بنشتريه بالدولار، لأنه عم نستورده بالدولار. هذا الأمر أدى إلى زيادة المعروض بالليرة اللبنانية بمقابل يعني عفوا زيادة الطلب على الدولار. ارتفع عندك الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، في حين يعني أنت عندك الدولار، في عندك شح بالدولار الأمريكي وما عم تحصلي عليه إلا بالسوق الموازي، يعني هو سوق الصيرفي، وأيضا ما عم تحصل عليه إلا بالسوق السوداء بسوق الصيرفي. صحيح. على أسعار مرتفعة جدا، وصلت إلى 10,000 بنص حزيران الماضي. نعم. بصرف النظر عن اللعبة والمضاربة والأبليكيشن ومين وراها اللي عم تلعب بهذا الشيء. إجوا اليوم لأنه نحن والله بتعرفي أرض خصبة للتجارب، ولأنه هن يعني عم بيتحكموا فينا بسياسة نقدية جدا فاشلة مش شوي، هي ساهمت بضرب الاقتصاد اللبناني. قد يكون إلى مبرر يعني لتمويل الدولة، لأنه أنت بتعرفي الدولة اليوم هي ما عندها إيرادات، ما عم تجني ضرائب، ما عملت استثمارات تعود إلى بالأموال. تراجعت إيرادات الدولة يعني قرابة 60-70%. نعم. يعني الأموال اللي عم تدخل على الدولة. لذلك شو عملت الدولة اللبنانية؟ تقريبا عندها انفاق على الرواتب والأجور بقيمة 6 مليار دولار سنويا على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، رواتب وأجور تعويضات اللي بدك إياه. نعم. يعني وهذا المبلغ ارتفع من بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. قد يكون هنالك مبرر لطبع هيدي الأموال لحتى الدولة تدفع رواتب وأجور، ولكن سياسة أنه إيفاء يعني تسديد مطلوبات مصرف لبنان للمصارف التجارية ومن ثم المصارف التجارية للمودعين بالليرة اللبنانية هو اللي أدى لإنفلاش هيدي الكتلة النقدية وتضخمها. يعني وانتبهي، تضخم يعني هو ورم مرضي منسميه. صحيح. يعني علم الاقتصاد والمال. لأنك شو رح بصير؟ إجا اليوم هو بدون سابق إنذار قال أصدر توصية، انتبهي، للمصارف، قال لهم أنه أنتوا عندكم حساب جاري بمصرف لبنان بحق لكم تسحبوا منه بالليرة اللبنانية، بس تتخطوا أنا بدي اعتبر هيدي الأموال من قضية من يعني قيمتها، أي سقف تتخطوا بدي اعتبرها من قيمة شهادات الإيداع الطويلة الأجل. يعني شو شهادات الإيداع؟ يعني هو دين. نعم. دين من المصارف التجارية على مصرف لبنان ويلي إلها فايدة عالية. تخيلي هلأ بطبيعة الأحوال هو أصدر بيان قال هيدي أنا مش موجهة للمودع، هيدي موجهة للمصارف، بس بالأخير المصارف هي مين بتفش خلقة بالمودع. اجوا طب يا عمي انت طلعت توصية بس انت ما قلت عن أصحاب الرواتب والأجور، ما حددت سقف. يعني طب أنا إذا بدي يعطيني 1,000,000 أو 1,000,000 ليرة لبنانية مثلا، أنا وأنت كيف بدنا نعيش؟ شو بدك تشتري؟ من وين بدك تجيب أغراض؟ هلأ طبعا هو حيبلش يطلع استثناءات يعني بشكل يعني تباعا. صحيح. بس ولكن نحن تفاجأنا أنه المصارف بلشت تطبق هذا الأمر. يعني هي اسم الله عليها سريعة، يعني كل شيء بيخص مصلحة المودة بلشت من الأسبوع الماضي بحالات بعض المصارف امتنعت عن إعطاء الأموال، ومصارف أعطت ولكن بسقف معين، ومصارف طلبت درس ملف كل مودع لتشوف قديش له. صحيح. ولتشوف قدي بحق له. هو أول شيء ليش أخذ هذا الإجراء؟ هو اعتبر أول شيء في مناكفة هون، لأنه وقت اللي طلع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب قال هو ضد رفع الدعم. هلا اوكي حاكم مصرف لبنان عنده 1.5 مليار وهلا بده يبلش يرفع الدعم تدريجيا، وبده هالاحتياطي يؤدي باطول وقت ممكن لدعم المواد الاساسيه طبعا انتقائيا، لا يشوف شراء الوقت ليشوف وين ما نوصل بحكومه. صحيح. بحلحله باصلاحات. هو شو اجى قال من هون من يعني لمن يحد من ضخ السيوله بالليره اللبنانيه شو بيعمل هون؟ في ناس كانت عم تاخذ الليره اللبنانيه عم تروح تشتري دولارات، هون ما بقى فيها. يعني شو
ما بقى فيها تستورد بضاعة، وتاني شيء بخف الاستهلاك، يعني بيصير الاستهلاك بخف بشكل يعني لليوم بخف بشكل مخيف. لقلك شو تداعياتها بعدين، لقلك شو يعني فيها جزء من الإيجابية ولكن للأسف بشكل غلط. ولا نقطة إيجابية بلا أكيد بالموضوع. بس رح أقول لك شو عم بيصير هلا. وين المشكل؟ طيب ما أنت أوريدي بيئة الأعمال يعني أساسا بيئة الأعمال متراجعة تقريبا 80-90%. نعم. طيب هيدا التاجر لمن أول شيء ما حدا حيقبل يشتري بكارت بانكير يعني ببطاقة مصرفية أو يقبل بشيك أبدا. صحيح. لأنه ما بقى في ثقة بالقطاع المصرفي، وما بقى يعني ما بقى حدا يقبل، كله صار نحن عنا الاقتصاد عنا اقتصاد الكاش. نعم. يعني عرفتي كيف كله عم نتداوله بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر كتير له خطر. ليه؟ لأنه ما بقى تعرفي مصدر هيدي الأموال إذا صحيح. مصدر مشروع أو غير مشروع. أنت موقعة على اتفاقية انت موقعه على اتفاقيه مكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب، هون بكره يوم من الايام حتسالي وستسالي قريبا عن مصدر هيدي الاموال. نعم. وين عم بتكون، خاصه انه هيدي الكتله النقديه يلي انضخت بالسوق بحسب الدوره السابقه كانت ترجع على المصارف، يعني هيدي المصاري. نعم. اللي كانت تبرم بالسوق ترجع على المصارف لانه كان في ثقه، بس هلا ما عم ترجع، وهذا الامر منطقي. نعم. هلا 100%. طيب هلا التاجر اكيد ما حيقبل إلا أنت تشتري كاش. وأيضا يعني اللي أصعب من هيك، هلأ شو قال لهم للشركات المستوردة للنفط وللأدوية للمستلزمات الطبية؟ قال لهم أوكي أنا حأعطيكم، ضلني أعطيكم 85% بدولار 1500، بس شرط تجيبوا لي كاش. هلأ أني اسم الله عليهم مخبيين كتير، يعني ما بينخاف عليهم، بس هلأ بلش يصير عندهم حجج أنه بكرة بيقولوا لك ما نحن ما عندنا كاش فمش قادرين هلا نستورد. وبتفوتي يعني هلا شفتي نحن عم نتقاتل على علبة بنادول، يمكن بعد للاسف القصص تفلت اكثر من هيك. وايضا يعني هو الشركه بدها تشوف التاجر يعني الاساسي اللي بيشتري منها، والموزع بده يلحق. صحيح. التاجر الصغير، والتاجر الصغير بده يعكسها على الاخير. يعني في مثل بيقول هالك لمالك لأبات، وكيف ما برمتيها واحد جاي علينا الخاطرين. هلا بدي اسالك عن مصير هالليره، رح يصير مثل مصير الدولار؟ رح اقول لك شغله هلا، ما بقى معنا مصاري للدولار ولا رح اقول لك شو القصه، بس خليني اقول شو ايجابياتها. هي مفروض من الاساس ما كان يفلت، ما كانت الطبع هلا، بس هو شو عم بجرب يعمل؟ عم بجرب قد ما في يمتص هيدي السيوله بالليره اللبنانيه لحتى يحد من تدهور سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. يعني مثلا هلأ إذا ضلت الأمور فلتانة وعم يطبع، يعني ماشي بنك أوف أمريكا قال 46,000، أكيد أكتر من هيك بتفلت الأمور. نعم. هو عم بجرب بهيدي النقطة والله يخفف طلب، لأنه طبعا لما ما يكون عندك سيولة ما بتروحي تشتري دولار. وأيضا عم بجرب يقول أنه الناس اللي معه، لأنه هو بيعتبر في 6 مليار دولار، هو والمصارف بيقولوا في 6 مليار دولار، ولكن بعض الخبراء الموثوق فيهم طبعا أكتر من المصارف التجارية ومن سياسة مصرف لبنان بيقولوا الكتلة النقدية بالدولار الأمريكي بين إذا الناس لا تتعدى 2 ملياري دولار. هو شو عم بيقول؟ أنا بس أجي جفف السيولة بالليرة اللبنانية، العالم اللي معها دولارات بدها تصرفهم، وعم نشوفها. صحيح. هلا الناس عم تركض، يعني تقول لك خليني صرف قبل ما. صحيح. يرخص. شو مصير هلا؟ طبعا انت دائما البلد لا يفلس بالعمله المحليه، لانه بيرجع بقول لك في طبع. نعم. بيطبع العملة المحلية، الدول بيصير عندها إفلاس، يعني إفلاس تقني يعني يسمى بالعملات الأجنبية، لأنه طبعا بدك ضخ بالعملات الأجنبية بالسوق المحلي. هل هو لازم ينظم يعني، ولازم يسأل هيدي المصارف، وهذا بحق له. يعني مثل ما هو قال أنا ما في يقول قديش في ناس حولت مصاري لبرا لأنه عندي سرية مصرفية. نعم. وهن بده يكون عليهم شبهات تبييض أموال وتمويل إرهاب لأرفع هيدي السرية المصرفية وشبهات فساد. هلأ أنت ما ترفع سرية مصرفية، بس سأل المصارف اللي سحبت أموالها وين وجهت هيدي الأموال، ليش عم بتروح؟ عم بتروح لتاجر، عم بتروح لعالم. بعدين الناس اللي عندها كذا حساب نظمها، يعني قرار عشوائي هيك ما بيصدر. طبعا من الممكن يعني تباعا حيصدر تعميم لينظم هذا الأمر، ولكن كل هيدي الأمور بحاجة يعني توقف، لأنه هيدي الأمور بتدمر الاقتصاد أكثر مما هو. صح. مدمر. على أمل يكون في وعي، على أمل تتشكل حكومة أهل للثقة، مش يعني أهل للثقة عنيت أولا بالشق السياسي، وأيضا تمضي بإصلاحات
نعكس هالثقة ليصير عندنا تدفقات مالية بالعملات الأجنبية على لبنان. إن شاء الله. محاسن موسى شكرا لكل هالمعلومات لهالتحليل، يعني شيء بيخوف، ويعني عندنا وقت انتظار، إن شاء الله يكون في أمل مثل ما قلت. إن شاء الله يا رب. لأنه دائما سياسيا نحن ننتظر إنه تنعكس اقتصاد على أمل إن شاء الله. شكرا لك. منتابع مشاهدينا صباح اليوم الفقرة اللي هلأ رح استقبل فيها ضيفنا الأسبوعي المحامي أشرف الموسوي. طبعا موضوع كمان دقيق صرنا كل الأسبوع عم نسمع عنه، القلق تزايد مع تقارير سمعناها مبارح وفيها كتير من التناقض. أكيد رح ناخد الحقيقة من ضيفنا اليوم. أهلا وسهلا فيك ماتر. صباح الخير أستاذ أشرف. موضوعنا اليوم هو عن دولار الطلابي. كتير حلوة أول شيء الوصفة، دولار الطلابي بالقانون. يعني عم نسمع في طلاب علقانين برا من دون دولار، اهلهم مش عارفين شو بدهم يعملوا. طلعت هيدا ما بعرف هلا قديش بدنا نحكي القانون، قد ايه اسمه قانون اذا ما كان في عنده مجال للتنفيذ اصلا. مدار رئيس الجمهورية. نعم. طيب هالقانون قال انه بده يسمح باعطاء مبلغ معين اللي هو بعتقد 10,000 دولار لكل طالب خارج لبنان، بس كمان حدد شروط لهالشي. مزبوط. هلا صدر القانون امبارح اول امبارح مضى فخامه الرئيس حمل الرقم 193. نعم. هلا في مجموعه شروط ان تحققت اكيد اللبناني الطالب اللي برا العيش بالخارج اللي قبل العام الدراسي 2020-2021 ولورا، يعني عنده بده يجيب إفادة سكن يعني إفادة بعقد إيجار، وبده يجيب إفادة بالأقساط وإفادة بالتجديد. نعم. طيب هو تحققوا، بدنا نقول سلم دياتكم بمجلس النواب، ولكن هيدا حل لجزء من المشكلة مش كل المشكلة. نعم. طيب أنا بدي أسأل في استثناءات. طيب الطلاب اللبنانيين بسوريا وبإيران، طيب ما فينا نحولهم؟ في بعض الدول الأوروبية كم ما فينا نحولهم؟ نعم. لأنه في عقوبات. اثنين، طيب إذا واحد هون هلأ مسافر وعايش عند أهله أو عايش عند قرايبينه، طب بجيب إفادة كيف بجيب إفادة عقد إيجار من مين؟ طب واحد هونيك قسطه أكثر من 10,000 دولار شو بيعمل؟ هيدا إذا البنك التزم. إذا التزم بالمبلغ بعد ما رحناش على البنك. عم نحكي أنا على القانون 193. طب في مجموعة يعني صيغ مش منطقية. أنا بقول يمكن هلا يمكن تفاجئوا، ما بعرف إذا في حدا من النواب عم يكون عم يحضرنا، إنه فينا نطعم بالدستورية هيدا القانون. 10 نواب يطعنوا فيه عدلوا، ما عم نقول مش ممتاز منيح، بس عدلوا لانه في كثير طلاب. يعني هلا عم بيقول انا ولادي كيف بيصير ممتاز باي تعديل؟ انه لا بدنا نعدل فيه، انه على الممارسه بده تعديل. يعني هلا في يقول انا ولادي ولادك بكره بس يتخرجوا من الترمينال، انا ابني ما بيستفيد منه، لانه بعد ال 21 ما بيستفيدوا التلاميذ. يعني كانه عم نقول للتلاميذ اللي تخرجوا المتفوقين او الناس انتوا ما فيكم تسافروا، انتوا ما فيكم تسافروا. اول شيء في ضغط اليوم على الجامعه اللبنانيه، الجامعات الخاصه كمان بدها فرج دولار. طبعا شو عملنا بعدنا بنفس السيركل بعدنا. نعم. بنفس هيدا كله بخالف مقدمة الدستور. اليوم حق التعليم مش حق مكرس بالدستور. نعم. الملكية الخاصة. طب مبدأ المساواة بين المواطنين. طب يعني هلأ في ناس تتعلم برا وفي ناس ما بقى فيها تتعلم برا. صحيح. أعطونا حل، أعطونا السادة النواب يعطونا حل. نعم. طيب من هلأ لا يعطونا السادة النواب إذا عم بيسمعونا لروا على البنك أو إذا فكروا لروا على البنك على الحبس. البنك هو سجن هلا، هو صحيح. سجن للمصاري. صحيح. هو سجن للاموال المودعه. هل رح تلتزم البنوك برايك اذا ما التزمت؟ بعض البنوك انا اكيد ما حتلتزم، هلا بقول على الهواء. في مصارف لبنانيه ما حتلتزم، يعني اذا واحد بكره ادمن كل هالبروسيدير وفي شرط واحد ناقص حيتحجج البنك. صحيح. وهل البنك عنده قدره يدفع 10,000 دولار؟ نعم. حتى لو على دفعات اكيد لا. كنا بعدنا عم نحكي قبل بشوي متر انه اصلا حتى الليره اللبنانيه اليوم بلشت كمان اذا توقف الطبع رح تنفقد. يعني كيف بده يدفع البنك؟ منين بيجيب مصرياته؟ اصلا ما حكي مصرف لبنان مكان واضع اكثر من 3,000 دولار ما حيعطي لك. نعم. تلميذ. طب انه ليش عم توعدوا تلاميذ 10,000 دولار؟ هيدي اسمها وعود قانونيه. وبدي وعود قانونيه بدي اروح اكثر من. طب اذا البنك خالف انا شو في روح اعمل؟ شو الاجراءات القانونيه بعمل ضد البنك؟ بروح على القضاء. ما هو اصلا حاجز مصرياتي، هو حاجز مصريات الناس. بنروح قاضي العجلة، قضاء العجلة، بنروح ما راحوا واستأنفوا وقفت القرارات. يعني كيف عم تفتر البنك هيك البرمي كله؟ البنك مستفيد. نعم. والبنك مخالف. نعم. والمصرف مخالف ما حيلتزم. طيب شو بنعمل هلا؟ البنك هلا ما حيلتزم، المصارف اللبنانية ما حتلتزم، شو عنده حال الطالب اللي عايش برا؟ صحيح. شو عنده حال؟ يرجع يجي على لبنان، يرجع يجي على لبنان، يجيبوه على لبنان، لأنه فرص العمل كثير موجودة هون متوفرة.
في عندنا بطاله قانونيه مات موسى ممكن ياخذها الشخص. طب طلع قانون صار اسمه قانون هو هلا القانون 193 بيكون صدر امبارح بالجريده الرسميه او بكره الخميس. اوكي لنشوف اول اجراءات المصارف ناطرين هالمصارف لنشوف كيف بتتحرك. ما بدي اظلمهم هن يعني معلش انه بينظلم موسى ما بدي اظلم بهذا الموضوع. رح ننطرهم لنشوف حيلتزموا بالقانون الصادر عن مجلس النواب او لا. نعم. لانه في كثير قرارات ما عم يلتزموا فيها وفي قوانين ما عم يلتزموا فيها، لا عم يلتزموا بقانون النقد والتسليف، لا عم يلتزموا بقانون العقوبات، ما عم يلتزموا بشيء. صحيح. اليوم الحاكم البلد هن المصارف. نعم، المصارف امبارح ما بدنا نكئب الناس هلا. ايه ابدا ما حدا عم يسمعنا. ماتر موسوي بعض المصارف كانت عم بتقول عم تتحجج انه هي بدها تلتزم وبتعطي وعود مثل ما قلت يعني هيدا اصعب شيء ممكن ما بقى يقدر يتحمله الشعب اللبناني هي هالوعود الكاذبه والمقوننه، يعني بنشوفها بقانون واسمها وعود انه هو عنده ولا اموال بمصارف خارجيه رح يتصرف فيها رح يحول. ورجع حد وقال انه من العشرين ألف طالب الموجودين خارج لبنان أكثر من قال عشرين عشرين هيك أكثر موجودين أكتر يعني هو حتى حدد العشرين وقال إنه اللي بيستوفوا الشروط هني عشرة. ليش مين ليش مين عمل ستاتستيك وعرف إنه هيدي كل الطلاب بتوفر فيها الشروط؟ طب هلا الطلاب اللي بأوروبا كلهم نعم. حدا عملهم إحصاء؟ حدا تواصل معهم؟ لا عم عايشين هلا معايشين عنا بهيك كذوبة صغيرة انه نحن حتكون ونحن البتكوني بس انه مش حدنا مصارف اللبنانية مش حد الطلاب. صحيح انا بدي استفيد من وجودك ماتر تأسأل اهل الطلاب يمكن عم يسمعونا الطالب الموجود برا في اجراء قانوني بيقدر هلا هو يستبقه ويوضعه بركي بينه وبين المصرف اللي عنده بركي بينه قبل ما اجي قبل ما بدنا نشوف اهل الطلاب اليوم زاويهم اللي هون اذا عندهم حساب بالدولار او لا. صح ما عنده حساب كمان ما بيقدر يتصرف. بيروح على اول مشكل عنده بده يروح يشوف اذا بيحولوا له على 1515 من اللبناني على الدولار عنده اول مشكل. المشكل الثاني بس يتامنوا الشروط اللي من برا المستندات البنك حيلتزم او لا. صحيح هلا ما في يعمل شيء في ينطر هلا بس ينزل القانون يروح على البنك بده يقول قدم الطلب وانطر منه النتيجه وخلصت السنه الدراسيه نعم. كل الطلاب اللي بالخارج نحن هددنا لهم مستقبلهم ومصيرهم العام الدراسي 2020 و2021 يعني كانه عم نقول له ضب شنطك ورجع. نعم يعني عن جد كل مره بنقول بركي في شيء بارقه امل هيك. لا انا بهذا الملف مش كثير متفائل. منك متفائل؟ لا ابدا لانه المصارف لك اما حيزي اموال الناس حيسائل على الطلاب اللي بالخارج مش سائل على الطلاب اللي بالخارج. الناس انبسطت بس طلع القانون يعني بس قالوا في قانون انبسطت بس انت اللي عم تشرحه هلا بموضوعيه وبتحليل منطقي بيقول ما حتقدر المصارف اذا عندها الاراده ما رح تقدر. انا هلا دعيت على المصرف انه خالف القانون عاد سنه سنتين بالمحاكم هيدا اللي قاعد برا التلميذ بيقدر يصبر؟ صح ما بيقدر يصبر. طيب شو بعمل انا؟ بجيبه على لبنان بقطع له تيك بجيبه بعطيه فراش وبرجع ببعث له اياهم او ببعث له اياهم مع قرايبينه. ليش انا قادر بالسوق لم مصاري دولار اليوم؟ ما الحمد لله بالشيكات الدولار عم يلعبوا بالمصارف فيها مع الصيارف. هلا بلشوا بشيكات اللبناني صحيح هلا يعني الحديث اللي كان بدنا نقول خلينا متفائلين شوي ننطر على المصارف يعني صارت كلمه هيدي ماتر هيدي خلينا متفائلين صارت عم تعذبنا بلد على فراش الموت. صحيح للأسف. أكيد رح نتابع معك هالموضوع بلكي بالمرات المقبلة إذا مثلا بلش التنفيذ ما بلش. أنا بوعدك أنه حابعثك أول بنك بيحول على برا أنا حكون ناطره. أوكي وبدنا نطلع نقول له شكرا. إيه فعلا نطلع نقول له شكرا نكون قدوة لغيره إن شاء الله. نعم. إن شاء الله نشوف جمعية المصارف حتلتزم أو لا. نعم بالنسبة لجمعية المصارف هيك سؤال أخير. نعم. يعني عم بستفيد من لك مصارف بالبنك أبدا خلصوا. بالنسبة لجمعية المصارف وقانونية هالتعامل عم بيصير وقرارات وفتاوى بتطلع وبترجع بتتغير. مش فتاوى تعاميم. تعاميم إجراءات هالإجراءات يعني قدام القانون كيف نقدر نفسرها؟ كيف نقدر نقول للناس مثلا هل بيقدر يحميون القانون هون أو في مجموعة من الحراك المدني أنا مراهن عليهم محامين زملاء عاملين شيء ضد حاكم مصرف لبنان ضد المصارف ناطرين النتيجه وانا بهذا الموضوع بهذا يعني البارت انا مراهن على القضاء لانه اذا صار في شيء بالقضاء تطور بهذا الموضوع اكيد بينسحب على كل الناس ناطرين نشوف القضاء وانا مراهن عليهم بهذا الموضوع انه الناس كلها بيت اي بيت لا اليوم عندهم مصاري بالبنك واذا مش بقلب البيت ثلاثه اربعه عندهم حسابات مصرفيه الناس كلها قاعده ناطر للناس بدها حكومي وللناس بدها ما بدها شيء بدها مصاري بالبنك. صحيح حتى اللي عنده معاش التقاعد اللي انحجز اللي كان طلب تعويض انحجز بالبنك. طيب هيدا اللي حجز تعويضه مش هيدا حط تعويضه ليسفر ابنه على برا حتى يعلمه؟ طيب ما عم يخافوا من الله؟ ما عم يخافوا من الله هالناس اللي طلعت على التقاعد او هالناس اللي جمعتهم لتسفر اولادها؟
واللي باعت ارزاقها لتسفر اولادها، اخر شيء ما بيتعلموش اولادهم. طب هيدا قعد سنتين وثلاثه بعد له سنه برا ومش قادر تحول له مصاري، هيدا السنه بتروح عليه بعد في جامعه خاصه هون تاخده؟ ما في. صحيح. ماتر بعدني مصر اسالك هالسؤال قانونيا، تعطينا هيك شي بارقه امل انه بنقدر نحن بالقانون اذا كنا عندنا هالامل بالسلطه القضائيه، شو بيقدر الشخص المودع بالبنك باي مشكله عم بيواجهها بيقدر يرفع دعوه؟ شو هي كل المشاكل بيقدر يرفع دعوه؟ مثلا عندك بالسندات، اذا عنده سندات بالدولار هيدي مثلا ما عم بيقبل، هي اكثر شيء هي بالدولار، في حمليون ايداع حكيناهم من الصالون. أوكي. بيقدر يعمل ايداع عند كاتب العدل، وبعد اذا رفض البنك بيجي عنده مهله 10 ايام يعمل دعوة إثبات إيداع، وإذا البنك وافق بيعطيه هون أغلب المصارف عم تاخذ هلأ كاش. أي واحدة من الكيس اللي ممكن المواطن يعملها. هل عندي كمان بوالص التأمين إذا عم تدفعيها كمان؟ مثلاً بوالص التأمين. هلأ بتشوفي شركات التأمين كيف تتعاطى هي المصارف. كلهم فيهم مشاكل وكلهم فيهم تروحي عافيهم على القضاء، بس القضاء اليوم مرهق، مرهق بالدعوة، بده وقت. حتى بدعوة إثبات الإيداع بعد ما فيش حكم ناخذ اجتهاد ونعممه على كل نعم. على كل الاحكام ما بنقدر. نعم. شكرا ماتر اشرف موسى وضيفنا الاسبوعي، يعني بعتقد على الاسابيع المقبله كلها رح نضل نحكي عن المصاري والدولار والليره ويعني هيدي مشاكلنا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اذا منتابع مشاهدينا صباح اليوم، ورح ارجع اذكركم بالحاله الانسانيه لعصام يلي شفناه بالتقرير قبل بشوي، عم يطلب مساعدتنا وتكفلنا ودعمنا له، اكيد كل واحد منا بحسب قدرته. بنرجع نتذكر سوا عصام. اذا عصام يلي رح نشوفه بهالتقرير كان سبق وطل معنا قبل بنص ساعه ببدايه حلقتنا اليوم، وحكي عن الوضع يلي وصل له، الوضع الصعب يلي صار عم بيعيشه هو وعائلته، وخصوصا انه هو تاثر ايضا من الانفجار، ويمكن الاولويه بالنسبه له حسب ما هو طلب انه نساعده بايجار بيته. اكيد وقت ايجار البيت بيصير مكسور كل الأمور الأخرى بالعيلة أكيد بتصير صعبة التعامل معها. بكل الأحوال رح نرجع نتذكر قصة عصام. أنا اسمي عصام عنتبلو، عندي 4 أولاد أعمارهم كلهم تحت 18، يعني 15 بالظبط كلهم. كنت بيع خضرة بمحل، أولادي 2 حاطتهم بالمدرسة بداخلي و2 قاعدين بلا شغل، يعني نحن قاعدين بلا شغل، هني ما في بيده مصلحة، ما في بيده مشغل. وضعي سيء كثير، أجار بيت 350,000، وحياة الله أجار بيت بيجي يدفعه بـ3 شهور، أجار مي ما عم بدفعه بالمرة. ناطرين هلا رفع علي دعوة صاحب البيت. تعورت بالانفجار. أنا كنت عم بفتح الباب طلع الانفجار الثاني، كبتني لجوا. انكسر حوطي وورقي. فت بـ4 شهر على المستشفى، عملوا لي عملية بـ7 شهر، ما عندي وراء أمامي، عملوا لي عملية بـ7 شهر، وهلا ما بقدر أمشي، قال لي الحكي من هلا 6 شهور بتمشي. وضعي سيء، وضعي كثير سيء. ما أستير أغراض بيتي. عفشي كله تكسر بالانفجار، التلفزيون انكسر بالانفجار. كله راح بالانفجار، وكله بيجي بأيد بياخذ اسمي، بأيد بيروح ما بيرجع. يعني بروح لعند اختي ما بقدر امن انا اكل، بروح لعند اختي بتساعدني شوي، بروح لعند خيي بيساعدني شوي. يعني هلا الدواء رحت لجيبهم، جيب حق الدواء من اختي، ما عطتني ما معها حق الدواء السكري، 12,000 ما معها. لا دواء سكري فيه ولا دواء ضغط فيه، كله مقطوع. اوكي، يعني انا هلا قاعد على الكرسي، ما فيني امن شغل، ما فيني اشتغل. بدي اقل شيء 6 شهور لامن له مصروف بالبيت. ما بدي شيء، بدي يساعدوني بس بأجار البيت. إذا هيدي قصة عصام يلي سمعناها اليوم، وسمعنا أكثر عن هالمعاناة يلي كل الناس يلي بتشبه حالة عصام عم بتعيشها يوميا، خصوصا الناس يلي مكسورين اليوم على إيجارات بيوتهم. أكثر يمكن مشكلة صعبة عم نواجهها بأنه الشخص يلي
عم بيعيش هالمعاناة، بس ينكسر على إيجار البيت لشهر أو شهرين أو ثلاثة بتكبر كتير المعاناة. أكيد بدي أقول أنه كل الناس اللي بيحبوا يتواصلوا مع عصام على رقم التليفون الموجود على الشاشة فيكن أكيد تستشير، فيكن تزوروه، فيكن تسألوه عن أي شيء ممكن يكون بحاجة له، أكيد هو بحاجة لمحبتنا ولدعمنا سوا. بدنا نتابع مشاهدينا أكيد صباح اليوم، ومنوصل ليوميات ثورة مرة جديدة. هالفقرة يلي كانت معنا فيها الناشطة جيتا مشيك ويلي انقطع معنا الاتصال بأول الحلقة. صباح الخير مرة جديدة جيتا. جيتا عم تسمعينا؟ احنا عم نشوفك هلا وعم نسمعك، وكنا عم نحكي بالبداية عن المواجهة مع السلطة، مواجهة الثورة المستمرة مع سلطة يمكن مصرة تبقى بمكانها، وأكيد نحن كمان عنا الإصرار الكبير شعبيا بأنه نستمر في هذه المواجهة. قديش ممكن أو بأي شكل ستستمر هالمواجهة؟ ماجي انت بتعرفي كثير منيح انه نحن ما بقى عندنا حل، يعني او بدنا نحن فوق، يعني نحن مش بارادتنا عم نواجه، نحن مفروض علينا او بدنا نتقبل الوضع يلي نحن ماشيين فيه، او بدنا نضلنا عم نواجه في سبيل الكمال مثل ما بيقول النشيد الوطني اللبناني يلي تربينا عليه من نحن وصغار، دائما بنردد نفس الشيء في سبيل الكمال. اذا نحن عم نسعى حتى لبنان يكون مفروض عم بوجه هيدي بالضبط. نعم. طيب الأشكال المتعددة اللي شفناها بالمواجهات، إن كان على الأرض إن كان بمساحات منبرية، بقلك إنه الصوت عم بيطلع من عندك ما عم بقدر أسمعك لأنه عم بسمع كمان فريق العمل، في صوت طالع من عندهم. عم تسمع الريجي بعتقد نانسي. مش الحال جيتا؟ مش الحال. ايه اوكي، وانا كمان صرت عم بسمعك احسن. كنت عم بقول لك انه المواجهات يلي كانت بالساحات على الارض بالمنابر بالمساحات الحواريه، هل هناك مواجهات مخطط لها هلا جديده للاستمرار بهالمواجهه؟ أكيد، ولكن أنا مني بمطرح أني أقول شو هي المواجهات، ولكن في كتير قصص حتنطرهم وخصوصاً من النساء. في جروب من عمل جديد للنساء حيقوم بتحركات كل أسبوع، كل تحرك حيكون هادف وحيكون بناء وحيكون حامل طلب ومنه بوجه شخص معين. يعني نحن امبارح رحنا على عين التينة على المقر الثاني للرئاسة لأنه مسكر بوجهنا ساحة النجمة ومبنى مجلس النواب، ما رحنا عند شخصه لنبيه بري، بس رحنا لعنده بصفته رئيس مجلس النواب. نحن ما رحنا لعنده كصفته هو شخص نحن جايين بس لأنه نحن ضد نبيه بري، لا، طالما هو رئيس مجلس النواب نحن عنا رسالة بدنا نوصلها دون ما نطلب منه، بل بإجبارهم أنه يتركونا لأنه هن هلأ محتلين مجلس النواب. واجب الثورة وخصوصا النساء، لأنه امبارح كانت مسيرة نسائية، نحرر هالمجلس منهم. نعم، شو قلتوا امبارح؟ شو كانت الرسالة يعني جيتا بما أنك عم تحكي عن تحرير مجلس النواب بتعتبريه محتل؟ طبعا هن فاقدين للشرعية، الشرعية الشعبية طبعا أنا عم بحكي عنها، ومجلس النواب كنواب هن محتلين المجلس وقاعدين غصبا عن إرادة الشعب، إن كان من رئيس مجلس النواب ولا من النواب، والشعب عم بيقول نحن ما بقى بدنا ياكن. طبعا في ناس حتقلك في عندهم مناصرين، أنا بأيد الموضوع، في عندهم مناصرين، ولكن هل المناصرين بيقبلوا أنه الشعب ينقتل كل يوم؟ بيقبلوا أنه أنا طالبة جامعة كل يوم أقدر بدي أبرم على شغل لحتى لاقي، ما لاقي إذا ما حدا عنده واسطة يجي يدعمني لحتى فوت على شغل؟ شعبي كل يوم بينقتل، كل يوم بينسرق، كل يوم بينذبح. أنا مني قادرة أسكت عن هذا الموضوع مع احترامي لمناصرين هو الأحزاب، بس أنا واجبي هون حرر هيدا المجلس منهم لأنه هن فقدوا شرعية الشعب، بطلوا عم بيشرعوا وبطلوا عم بيقروا قوانين لصالح الشعب، إنما عم بيقروا قوانين لصالح المحاصصات الطائفية والفساد.
عم بتقولي جيتا اكيد انه مفروض انا طالب علي صوتي قول اكيد هذا الشيء يعني واجبنا ومبرر لنا كشعب. كيف بده يتحرر؟ هل بانتخابات نيابيه مبكره؟ هل في مطالب؟ هل في مشروع بديل عم تطرحوه عدا غير انكم مثلا تقولوا انه هالسلطه فقدت شرعيتها ام هالبرلمان صار محتل؟ هل عم يتقدم مشاريع بديله؟ أنا وقت اللي قطع معك الخط كنت عم خبرك أنه نحن في مجموعات عم تشتغل على الأرض وفي مجموعات فكر، وبحب دايما أذكر أنه في كتير مجموعات موجودة دايما بنحضر معه، ولكن أنا مش مخولة أني أحكي عنهم لأنه ممكن هني هلأ بقيد التحضير عم بحضروا لحلول. يعني نحن صار في حل اقتصادي وحل بيئي وحل سياسي وحل اجتماعي. نعم. هيدي الحلول هن وبس يطرحوها في حزب الكنبة اللي مسميينه هيك بالثورة، مفروض انه يرجع يحشد بالشارع على مطلب واحد طالما صار في حلول، لانه دائما نسمع الشعب عم يقول انه نحن عم نتظاهر، طب اعطونا حلول لحتى نقتنع معكم اكثر، ما بدنا تنظير، لانه نحن قلنا لهم انه بعد 17 تشرين كله حيصير فعل وحقيقة مش بس حكي. نعم. وكله هيدا جاهز وكله موجود وكله بوقته حلو وكله حيطلع. نعم. كتير مهمة تقولي أنه في خطوات جاية وكلها بوقتها رح بتكون موجودة. هالمجموعة من النساء رح بتكون هي مجموعة ضاغطة على الأرض أكيد جيتا، بكل أسبوع حيقوموا بتحرك هادف بوجه أحد الأشخاص الموجود بالسلطة يلي عم بيأذي الناس بطريقة، كمان حيكون عم نضرب بمحل خاصه بالمؤسسات العامة. هيدي النساء عم بتعلي صوتها أكثر لأنه الثورة أنثى، ولأنه بكل الثورة بين ورفع صوت الثورة الأنثى أكثر وصارت تعرف تتوجه وتحكي من دون ما تخاف، كسرنا قاعدة الخوف، وأكبر دليل هو روحتنا امبارح على عين التينة. نعم. يعني كل العالم تعرف أنه بالمرات السابقة كان عم بيتم الاعتداء على المتظاهرين، ولكن نحن كنساء كسرنا هيدا الخوف وقررنا أنه نواجه للآخر شو ما صار يصير. نعم. المواجهة إذن مستمرة، هذا نبض الثورة اليوم، نبض الشارع. شكرا للصحفية وناشطة جيتا مشيك على هالإطلالة اليوم، وإلى اللقاء أكيد في إطلالات أخرى. شكرا لك. لبيروت اليوم بستقبل عبر تطبيق زوم الفنانة حياة ناظر. صباح الخير حياة، اليوم عم نحكي معك عن النصب التذكاري اللي خلد مظاهرات 17 تشرين ورفع بهالمناسبة بالذات، وكان اسمه عروس الثورة، والأهم يلي فيه انك عملتي من مخلفات الانفجار. هذا اكيد مش اول نصب بتعمليه ببيروت، بس خليني بلش فيه، خلينا نحكي عن عروس الثورة. هاي كيفكن؟ اهلا وسهلا. هاي هو ما اسمه عروس الثورة، عروس الثورة هو سوري هو غير نصب، غير مجسم، بتصور حدا غيري عنده. هيدا المجسم بعد ما له اسم هو بيعبر عن ست الدنيا بيروت يلي بدنا اياها تقوم من تحت الردم، بس بعد ما له اسم لانه بدي الناس هن ينقولوا اسم. حلو، مع انه الصحافة العربية سمته هيك، سمته عروس الثورة. سمته تمثال الحرية اللبنانية. نعم. إليسا على تويتر كتبت تمثال الحرية اللبنانية. صح، كل حدا سمي شيء. نحن رجعنا لتلفزيون الجزيرة وبعض المقالات كمان العربية سموه. حلو اسمه. لا بدي اسم ثاني. ما له اسم، يعني كل حدا انا عم بطلب من الناس انه هن يسموه. اوكي. ويبعثوا لي الاقتراح تبعهم على الانستغرام عندي على حياة اندرسكور ناظر اندرسكور في. وكثير ناس عم يبعثوا لي اسامي، يعني عم يبتكروها، مثلا حدا نقى اسم كلمه واحده من دمار، انه من دمار هي انعملت. حلو. دمار حنرجع تورايز. كل حدا بيطلع لها اسم. صح. بتمنى انه الكل يشارك كرمال نكون كلياتنا سمينا سوا. صحيح، مع بعض. هو من دمار، صحيح، استعملتي الدمار. كيف اشتغلتي عليه؟ أي متى بلشتي؟ يعني دغري بعد الانفجار وفي هالساعة اللي شفناها بكعب النصب يلي هي بتخلد كمان التوقيت تبع الدمار. صح، بتصدقي أنا بلشته قبل الانفجار بمارتش بشهر 5. نعم. بلشت كان بدي أعمل
تمثيل ما كان على اساس فرجيه لحدا، بس قد ما انا كنت حاسه حالي انه كسرنا تعبنا وقتها، كان كورونا من ورا كورونا كسروا لنا رجعوا الخيام شيلوا لنا الخيام مثل الثوره هيك هديت شوي، كنت حاسه انه نحن كثير مكسرين من جوا، وطلعت معي الفكره من قبل الانفجار. نعم. فبلشت فيه. لما صار الانفجار طلعت انه طلعت بالتمثيل، طلعت انه هيدا كثير وقته، هلا اجى وقته، لانه هيدا بالضبط بيعبر عن الانفجار، فرجعت كسرته كله لارجع اعيده، لانه لما عملته كنت على اساس انه عم بعمل شيء لخبيه ببيتي مش لفرجيه للناس. نعم. كان تعبير مع حالي، لانه انا مثل داوي حالي من خلال الفن. صح. سو كسرته كله، رجعت عدته من جديد، وصرنا ننزل مثل ما كل هالأكترية الناس بلبنان، صرنا ننزل ننظف الشوارع، نفوت على البيوت، نحاول ننظف، نساعد كرمال الناس يقدروا يرجعوا يفوتوا على بيوتهم. بقى اللي صار هو إنه صرت جمع هالإزاز المكسر والغراض المكسرة والبطون وكل شيء، وما كان بدي كبهم بالشارع، فطلبت بيك أب وأخذتهم خليتهم عندي، ورجعت بنيته منهم. ورجعت صرت دور على ساعة تكون بالفعل وقفت الساعة 6 و7 دقايق وقت الانفجار، ولقيتها بمار مخايط، وجبتها لقيتها مكسورة يعني بالشارع بالركام بين الركام. صح. خليتها مثل ما هي، والإزازات هولي بالفعل منشالين من البيوت والمحلات اللي مكسرة. قد ايه في وجع كان بالنسبه لك حياتي؟ يعني كنت عم بتقولي بتداوي حالك، بتداوي اوجاعك بالشيء اللي بتعرفي تعمليه وبتبدعي فيه، بس كمان قد ايه حسيتي بوجع انت وعم تلمي وجع الناس لتخلدي هالوجع؟ صح كثير. هو ليكي اللي صار اول شيء كثير وجع، اول شيء دينايل. صح. ما عم بستوعب انه عن جد هيك صار بلبنان، ما عم بستوعب. بعدين وجع كثير، لانه كنت عم فوت على البيوت عم شوف، اكتشفت كثير اشياء ما بنعرفها عن بيروت، يعني ما فوت على بيوت في عالم مسنين كثير لحالهم موجوعين، بيتهم مكسر، ما حدا سألين عنهم، ما عندهم اولاد ما... او اولادهم مهاجرين، يعني كانت عم بمرق بحالي عن جد بتوجع خلال لم هول الاغراض، واصلا ما كنت عم فكر اول شيء انه نساعد الناس، بس انا هيك بتعاطى مع الوجع. نعم. حاول ارجع رممه، ارجع ابني شيء تما يضل وجع، مثل وقت طائر الفينيك وقت كسروا الخيام. صح. ما قدرت اشوف الخيام مكسره فبنيت منه طائر الفينيك. نعم. ف طائر الفينيق يعني صار شعار بالآخر، يعني صرنا وحتى وقت نشوفه هيك واحد قد ما يكون محبط بيرجع بيحس إنه بلا في طائر الفينيق، ونحن جواتنا كلنا في هيدا الطائر، ونحن كلنا عم نستعير أجنحة لحتى نرجع نوقف ونلغي وجعنا. بتعبيرك حياة كفنانة من خلال هالعدة نصب، اشتغلتي طائر الفينيق واشتغلتي شي تاني غيره كمان ببيروت، صح؟ شو هو؟ عملت قلب من قريب المسيلة لدموع نصه، والنص الثاني من الحجار تبع الثوار اللي كبون، حاولت انه مثل انه اجمع هالعنف اللي كان عم يصير، هالكمية الهائلة من القنابل المسيلة لدموع اللي كانوا عم يكبوها علينا قوى الامن، وكمان الحجار من الثوار والفرقع كلهم حاولت احطهم بقلب واحد، وحط عليهم الاسلاك الشائكة اللي حوالي المجلس اعمل منه قلب، يعني كنت عم حاول انه هالعنف يتحول لبركة حب، بركة نقدر نساعد بعض، بركة يساعدونا لنقدر بالفعل نغير النظام اللي نحن فيه، او نغير الواقع اللي نحن عم نعيشه، لانه كثير تعبنا، كان مثل صرخة بس بحب. وعملت كمان شجرة من طناجر، لانه كنا ندق على الطناجر، شجرة كانت لكريسمس بس تهددت وتعرضت لكثير. هذا اللي كنت بدي اسالك عنه كمان، هي الشجرة يلي عن جد كانت فكرة مبدعة لحتى تقول انه صوتنا فيه يضله عالي، وانت احتفلتي بوقتها بالمناسبة بهالشجرة، وصار عندك تهديدات كثيرة ما منعتك بس انك تعملي، والدليل كملتي وعملتي اليوم هالتمثال يلي ناطرين يحمل اسم ما بعرف. صح. يعني اسم جميل. حياة قد ايه برأيك رح يضلي انت كفنانة وكتار من الفنانين، وبعد شوي عندي مخرجين كمان بالاستوديو، مخرج مبدع عم بيشتغل كمان واشتغل على قصص من بيروت، قد ايه رح تضلوا هالتعبير ما تقدروا تطلعوا منه؟ كل تعبيركم المقبل رح يكون من هالوجع. فيكي تعملي شيء تاني؟ صح.
شوفي انا كثير انا ما بحس حالي بقدر اوقف اعمل فن، بس بنفس الوقت ما بعرف قد ايه بقدر اعمل شيء يعبر عن وجعنا اكثر من هيك. هلا انا حابه اعمل منها للمجسم هيدا على كبير، لانه هيدي صغيره ما ومنها كثير قويه للداين العواصف والتكسير، لانه بتعرفي مثل ما كسروا لي طائر الفينيق والقلب كبوا عليه بنزين بدهم يحرقوه، وشجره الطناجر كمان كسروها. فانا حابه اني اعمل نفسها ان هيدي تكون المصغر عن تمثال كبير يعبر بالفعل عن الوجع تبع الشعب، وجعنا وصرختنا واملنا كمان، لانه هي فيها موجود كل هول الاشياء موجودين بهيدا المجسم. بتمنى اني اقدر اعمل منها على كبير، وبس هيدا بكلف وانا ما عاد قادره، يعني انا اللي مولي كل الاعمال اللي عملتها، ما في سفرات مثل ما بيقولوا، يا ريت في صراحه. صح اكيد يا ريت. مزبوط، وهذا الشيء اكيد مثل ما قلتي بده دعم حتى تقدري تبدعي بالطريقه اللي انت بتشوفيها كمان مناسبه، مش تغيري الفكره لانه بكلفه او هالتمثال الصغير بيقدر يكون شعار حياه، بيقدر يكون يعني لهالفتره كانك ارختي له بهيدا التمثال. صح مزبوط. الحمد لله الناس كثير حبوا، في ناس بكيوا لما شافوه، قالوا لي ما حنقول لك انه حلو، حنقول لك انه حسينا فيه، انه بيعبر عنا عن وجعنا. وهيدا كان احلى شيء عندي، احلى كومبليمون، لانه اكثر من انك تقولي انه هيدا العمل حلو، بهمني انه يكون عن جد فات على قلوب الناس. وهيدا الشيء اللي حسيته من الناس شو قالوا لي وشو بعثوا لي على الانستغرام وهيك، ف بالفعل بيعبر عن وجعنا، وبيعبر حتى الايد ووقفتها بتعبر انه ما بدها تضلها واقفة، إنه هيدا بيروت هيدا لبنان، ما بدها تضلها واقفة بمحلها، بدها تكمل، بدها تستمر، ما حنستسلم. بس موجوعين، مش إنه نحن إن دينايل منا موجوعين، موجوعين كتير. أكيد أكيد موجوعين حياة. يعني الفكرة الأجمل أو الأعمق يلي عم بتعبر فيها أنه هالوجع يلي طالنا كلنا، كل واحد منا بيعبر فيه بطريقته، يعني أنت كفنانة بتعبري فيه بهالطريقة، غيرك باللي بيعرف يعمله يعني. وهلأ بعد شوي بهالفكرة يلي بتمنى تتابعي معنا حنحكي أكثر عن طريقة تعبير تانية كمان لمخرجين وممثلين وكتاب لبنانيين كمان عبروا بطريقتهم، كيف هن قادرين يأرخوا لهالوجع وقادرين يعطوه يمكن مطرح تاريخ تما ينسى. صح؟ هو ما لازم لما ننسى، هو الأساس كل اللي عم نشتغله، كل الفنانين عم نحاول نعبر كمان ما حدا ينسى، لأنه السياسيين بدهم يانا ننسى، مثل ما عندنا كتاب تاريخ يحكي عن الحرب اللبنانية، لأنه بدهم يانا ننسى لما نتذكر وندلنا يعني نضلنا عارفين على حقيقتهم لنرجع ننتخبهم. وهذا اللي صار، الناس رجعت انتخبتهم، بعضهم هن ذاتهم بحاكمين البلد وهن اللي عملوا الحروب. ما بدهم ايانا يكون عندنا كتاب تاريخ، ما بدهم ايانا يكون في اي شيء بيذكرنا باجرامهم اللي عملوه، بالسرقه اللي عملوها. منشان هيك انا اصريت انه اعمل هذا التمثال وحطه وقويت قلبي، لانه مع انه خايفه يكسروه، خايفه يعني خايفه من كثير قصص، بس بنفس الوقت ما فينا نضلنا خايفين. صحيح، بدنا نضلنا نعبر ونقوي، بدنا نقول شيء. صحيح. شكرا حياة ناظر على هالاطلاله، على امل انه يكون صار عنده اسم المره الجايه اللي بنستقبلك فيها هالتمثال الرائع يعني. وبرجع بقول انك طلبتي انه يشاركوك الناس كلهم عبر تطبيق انستا، يعطوك اسماء لهالتمثال الرائع يلي هو رفع ب 17 تشرين ببيروت. شكرا لك، وتابعينا تنحكي اكثر كمان. تفضلي تفضلي. شو نعم، حياه اندرسكور ناظر underscore v. بليز ابعثوا لي الاسم اللي انتم بتختاروه. نعم. Thank you. شكرا لك، شكرا لك. بنتابع مشاهدينا كمان بهالفقره تعبير اخر عن الوجع، تاريخ اخر لما ننسى، يمكن تكريم
لأرواح، لناس بعدها لليوم ما قادرة يمكن تتطلع لفوق أو تقب راسها. تقبل معي بالاستوديو المخرج كريم رحباني، أهلا وسهلا فيك كريم. أهلا فيك. والممثل فادي أبي سمرة، أهلا وسهلا فيك فادي. أنتوا اشتغلتوا على واحد من هالأفلام. صحيح. خليني أول شيء بلش وأقول كان معنا الفنانة حياة ناظر يلي عملت هالنصب التذكاري لثورة، أنه هيدي هي الطريقة اللي نحن منعبر فيها. يعني أول شيء خليني أقول كريم، أنه قبل ما أنتقل للقصة يلي أنت اشتغلت عليها مع فادي، دغري حسيت أنه أنت في شيء بده يطلع منك، بدك تقول شيء، بدك تصرخ بهاي الطريقة؟ لخبرك مثل ما حضرتك عم بتقولي، كل واحد بيعبر بطريقة وكل مهنة بتعبر بطريقة. نحن رح قلك بعد ما طلع الانفجار يلي كانت كارثة علينا جميعا، أول ردة فعل كانت الهجرة للأسف. نعم. يعني أنا واحد منهم وبعتقد كل اللي حوالي كان إنه هجرة. بدك وقت لتستوعب شو عم بيصير، إلى أن صار في اتصالات بين مخرجين لبنانيين بدون يعملوا هيدا المشروع اللي هو نحن عم نقدم فيه. يعني مش قابضين أجوراتنا، لأنه هيدا الشيء نحن بالنسبة لنا غلط إنه نحن نكون قابضين على هيك مشروع ونقدم هيدا العمل اللي هو اسمه بيروت 607، لأنه بالنهاية كل واحد بيعمل عزاء خاص. يعني نحن في ناس بتعمل الداي تبعها بطريقة خاصة. نحن حسينا إنه عبالنا نعبر، بدنا نحكي بشيء، مش قادرين نعمل شيء، يا هجرة يا بدك تقدري تحكي شيء. وأنا كمخرج شغلتي أقدر أعبر بالصورة وخلي هالعالم يلي راحوا ضحايا للأسف ما يبقوا أرقام، لأنه نحن بلبنان مننسى كثير، مننسى. فهيدا المشروع بالخاص يعني بيروت 607 هو للعالم تتذكر أنه لا، في عالم راح يتمنى أرقام، لازم نحفظ أساميهم كلهم. في علي سوين، في سحر فارس، في علي جوعائي، في يعني كل الأشخاص لازم ما ينتسوا. فمن هون حبينا نشتغل على هيدا المشروع اللي هو 15 فيلم قصير ضمن بيروت 607. نعم، يلي بلش ب 17 تشرين على شاهد. صحيح. متوقع انه نحضره على الام بي سي بعد فتره. فادي، انت لعبت دور البطوله لبطل من لبنان، واحد من هالابطال يلي ما بدنا ننسيهم. دور مين لعبت؟ بالحقيقة أنا أول ما حكاني كريم على الفكرة اللي عم يعملوها، فكرة أنهم مثل يوثقوا لعدة أشخاص قبل أو أثناء أو بعد الانفجار، لناس مثل ما قال كريم ضحايا حقيقيين مش أرقام، هن الأبطال الحقيقيين. يعني أنا بالآخر جيت عم بجسد قصة لشخص عايش حياة عادية جداً، عنده عيلته، عنده ولاده، عنده ريتم بحياته. هو علي صوان. اللي هو علي صوان. نعم. علي اللي بالآخر انتشلوا جسته بالمي بالسيارة اللي كان فيها بعد أيام. فبالنسبة لي كانت هي فكرتهم أنه يعملوا هيك مشروع عن جد هي لحظة توثيق إنسانية. نعم. يعني مش أنه لأنه أنا بس كنت عم بحكي أنا وكريم وصار حكي كتير على السوشيال ميديا وكذا أنه دغري عملتوا فيلم وأنه متاجرة الفكرة هي أبسط بكتير من هيك. الفكرة هي بسيطة، كل واحد عبر بطريقته. في ناس نزلوا على الشارع. صحيح. في أميات بكيوا بالبيوت، في أطفال حملوا ورود ونزلوا، كل واحد عبر بطريقته. هن الشباب كانوا بحبين يعبروا بتوثيق هاللحظة حتى ما تكون لحظة من هاللحظات المنسية كتير هن عنا بهالبلد. فبالتالي أنا تحمست للفكرة لما حكاني كريم وللطريقة اللي عم يتعاملوا فيها مع هالقصص. يعني لا عم بيستعرضوا ولا عم بيعملوا بروباغندا معينة، عم بيحكوا قصة هالناس بكل بساطة، اللي هن من لحم ودم، اللي هن عندهم حياة يومية، كيف عاشوا قبل هاللحظة بعد أو أثناء هاللحظة أو بعد هاللحظة. نعم. فبالتالي المشروع إنساني، ما في أي غاية دعائية أو سمعنا كثير مثل ما قلت فادي. يعني صحيح. أصلاً رداً على كل ما قيل أنه هيدا هو مش الوقت المناسب، أم في السياسة دخلت بالقضايا الاجتماعية، أم يعني هيدا نحن مش بوارد. يعني نحن بنعرف شو قيمة هالعمل، نحن بنعرف لوين موجه، وأصلاً الرسالة اللي وديها هالعمل يعني من أول ما بلشنا نشوفه، هلأ بعدنا على السوشيال ميديا مش كل الناس قدرت تشوفه على شاهد، رح نشوفه أكتر وأكتر، رح نعرف قيمته حقيقة وقتها نحفظ كل اسم من أسماء هالناس اللي ماتوا. بس أنا بيهمني زيد على اللي قاله سيس فادي، هو العالم أول شيء كان عنده كتير تساؤلات أول ما نزل، إنه كتير سريع صار هالمشروع، واللي رح قلك أنا شخصيا كان عندي هالتساؤلات. يعني بفهم العالم، بس نحن بلبنان دغري أول شيء هو الاتهامات. نعم.
بعدين وقت قعدنا هالمخرجين بين بعض وقت شفنا نية هالعمل أنا قلت أنا كنت خايفين حسيت أكيد لأنه بالنهاية عم نعمل شيء واللي بيحضر الفيلم يعني في ناس دقوا لي قالوا لي مش بكير كتير وقت حضروا الفيلم قالوا لي لا فهمنا محترمين الضحايا كتير بطريقة طرح كل المواضيع يعني بالنهاية لازم يحضروا نحن المشكلة دغري منبلش نحكي ونتهم قبل ما يشوفوا بطلب من كل هالعالم يلي كانت عم تتهم أو تقول إنه بعد كتير بكير يحضروا وبعدين هن ياخذوا قرارهم صحيح كريم انت نقيت علي انت نقيت علي قصه علي صح اللي صار انه كان في كذا موضوع يعني مش موضوع للاسف هن قصص حقيقيه صارت وحسيت علي سوين هو اكثر قصه يعني قصه علي سوين اللي هو كثير شخص عادي مثل ما قال فادي شخص رايح يروق راسه نازل على البحر ليتصيد على البار وإذ بيصير هيدا الشيء الكارثي اللي صار شفناه بهالفيلم يلي مدته تقريبا 8 دقائق تقريبا 9 دقائق اللي شفناه هو كيف ترك بيته كيف كانت آخر كلماته اللي قالها مع مين حكي رجع نزل وحقيقة اللي شفناه حسينا حالنا وهذا بدي أسألك عنه كريم إنه هون ما شفنا نار ما شفنا انفجار بس حسينا بالانفجار حسينا مع علي اللي عم يركض مع فادي اللي عم يركض مع الناس مع بعض الكلمات اللي سمعناها انه عن جد في شيء رهيب صار في شيء كتير موجع صار وهيدي اكيد كانت مقصوده من قبلك انه ما نشوف يعني صح. السينماتوغرافيا اللي اشتغلت عليها المشهديه كتير بتشبه اللي صار بدون ما نشوف رح اقول لك انا جربت ترجم اللي حسيته يعني انا كنت بالبيت واللي حسيته كأنه في قصف والركض اللي فادي عملها أنا ركضتها بس من الصالون على الأوضة يعني هالقد كان في خوف فحبيت ترجم هيدا الشيء وكل مخرج يمكن عنده طريقته الخاصة ليفرج هيدا الشيء أنا حبيت فرج قدي الواحد بهيك لحظة شو كان ممكن يكون عم بحس وكمان شغلة نقطة بحب ضيفها هي قصة أنه بالفيلم فادي اسمه يوسف فنحن هو منه اقتباس 100% هو انسبيريشن يعني مستوحيين من هالأشخاص ليكون آخر شيء كل فيلم تحية لشخص من الضحايا اللي راحوا بالانفجار كي لا ننسى وتحديدا لذكراهم أكيد قديش فادي عرفت عنه قبل علي قبل ما بالحقيقة أنا رحت شفت عيلته وبيته لا بس خليني أقول شغلي أنا تبعت لما صار الانفجار طبعا كلنا مثل كل الناس تبعنا كل القصص لما قال لي كريم أنه هو أخذ قصة علي صوان طبعا أنا كنت متابعها كل الوقت وكنا عم نقرأ وعم نشوف وهيك هلا طبعا يمكن كريم تابع أكثر تفاصيل حياته لحتى استوحى هالفكرة منه أنا بالنسبة لإلي كنت عم أقول شغلة أساسية هو أنه ريتم أو إذا بدك الريتم الحياة اليومية للناس للبشر اللي بتروح بتجيب غراضها على البيت اللي بتتعامل مع أولادها أنا اللي حبيته بهالفيلم أو بهالطرح اللي طرحه كريم هو أنه حكي إذا بدك روتين يومي بشكل كتير بسيط من دون عرض عضلات مثل ما بيقولوا من دون نفرجي قصص وهيك وكيف حدث بيقلب كل الطاولة فوقاني تحتاني وبيغير كل المحيط وكل الحياة وبصير يعني حادثة مفصلية بتاريخ وطن بتبطل اللي صار يعني وبالتالي بفرجيكي من هون واللي قلتيه ماجي كتير حلو انه ما شفنا دخان ولا نار الا باللقطة الاخيرة بس هيك كانت لحتى قديه مرات الاحداث بتقلب مفاهيم كاملة وبتغير مسار حياة لناس كاملين يعني مثل ما عم بيقول كريم كان بالاول اول ردة فعل له كان الهجرة وأنا بعرف أنه كتار من الناس صحيح. فكروا بهالموضوع فكروا بالهجرة أنه يأسوا من كل شيء بالآخر كل القصص اللي عم بتصير بالبلد كل الأحداث اللي عم بتكون موجودة بالبلد عم تدعيك لليأس للإحباط بالتالي هل يعني إذا بدك هالمسار بهالفيلم بخلينا شوي نقعد كمان نفكر أنه هاي الحياة اللي جربوا يخسرونا إياها لا فينا نحاول نسترجعها فينا نحاول نرجع نبني هالحياة
ونعيش الريتم اللي تنبني لازم تنبني ما لازم ننسى، لازم نواجه مثل ما عملت كريم. يعني شفنا اللي عم بيقوله فادي لمسناه نحن وعم نحضر كمشاهدين انه بهالبساطه حياته لعلي وين راح وين اجا، حتى المشهديه كلها كمخرج يعني شفناك الكاميرا الواقع، يعني عم نشوف الناس عم تركض، ما شفنا ولا كاميرا فيكس ولا مشهد، حسينا انه عن جد عم نركض مع هالناس. حتى يعني انا عم بحضر حتى صرت قلهت معك، حسيت ريلي انه بقدر قدرت تطالنا بهالمشهديه. كيف صورت بمرفق بيروت؟ اوكي، كان اول شيء كان كثير صعب ايموشنلي علينا، خصوصا انه قبل بنهار من التصوير نزلت على المرفق، وانا وعلى المرفق شفت سياره علي سوين شايلينا من البحر وحاطينا. فكان لانه انا كان صار لي تقريبا جمعتين ثلاثه شهر عم بشتغل على علي سوين، وقت شفت هالسياره كانت صعبه كثير. فالبار ما كان محل كثير هين نشتغل عليه، مما بيحمل يعني دلالي، وخاصه بعد 4 آب. حبيت انا بالسينماتوجرافي الشغل كان مع رشال نوجا اللي دائما بشتغل معه، حبينا نقدر نفصل. يعني هو رايح على البار كان كاميرتنا كلها بتكون هاند هيلد، يعني كاميرا محمولة على الكتف، أما أول ما نصير على البار بتصير كاميرا فيكس. هو مطرح ما بيروق راسه بيروح لينسى همومه، ليكب كل شيء عنده إياه للبحر. هون حبيت أنه يكون الكاميرا فيكس، إلى أن شوي شوي بالتدريج بترجع بتصير هاند هيلد، وقت اللي ببلشوا يحسوا أنه في شيء، في نار، في حريقة عم بتصير بالبار. وفي لقطة اللي هي اللقطة اللي عم تحكي عنها الركضة، هي كانت عم نحكي تقنيا كانت منا كثير هينه، لانه هو وان شوت، هو بلان سيكونس. وبدي اتشكر فادي لانه عن جد كان صعب كثير علينا كلنا، وعدناها كثير لوصلنا للقطه اللي شفناه. كريم قد ايه بتحس رح تضلوا كمخرجين وكممثلين وككتاب؟ بدي اقول هون انه والدك شاركك الكتابه بهالغدي الرحباني، من وجهه تحياتنا. قد ايه رح نضلوا كمبدعين ما تقدروا تعملوا شيء الا هالشيء؟ قد ايه عالق فيكم هالشيء؟ اول شيء بدي اقول لك انه انا هيدا الموضوع ما انه موضوع بعيد عني، يعني انا كل شيء بعمله كثير موضوع انساني، كثير بحب انا هالمواضيع اطرحها. وللاسف انا دائما بروح بافلامي مش للنهايه السعيده، لانه مثل ما شفنا. نعم. فهلا صرت افهم يلي كانوا يعملوا بس افلام عن الحرب اللبنانيه، كنا اقول يا عمي ما بيحكوا الا عن الحرب اللبنانيه، لانه انا هلا صار لي من وقتها مش ما بقدر انسى اللي صار. يعني هيدا الشيء اكيد عايش فينا. ف نتمنى انه يكون هيدا اخر حدث نقدر نحكي عنه، لانه خلص عن جد تعبنا وشبعنا وما بقى بدنا. يعني نحن عن جد محظوظين، صار للاسف لانه بقينا بعينا عايشين صرنا محظوظين. ف ان شاء الله عن جد ما بقى نحكي عن هالمواضيع، نقدر نغير، ولكن ما شو عم بخلونا. صحيح، بدها وقت ذاكرتنا اصلا تتفضى من هالضجه الوجع الكبيره يلي عايشوها كل اللبنانيه مع بعضهم مع الناس اللي بمرفق بيروت. انا من خلالكم بدي اوجه اول شيء تحيه لروح علي. بدك تقول له شيء فادي؟ لا، بس بدي اقول انه علي هو نموذج بهالبلد من الضحايا اللي كل يعني على كل يعني السلطه والفساد وكل هول القصص. هو علي نموذج لواحد من هالضحايا اللي راحوا بسبب كل هالسياسات وكل هذا اللي صار فيه. نعم كريم، تحيه اكيد هالسلسله وهالفيلم يلي انت اشتغلت عليه، هي تمام ننسى مثل ما قلت، تخليدا لارواحهم، وحتى تحيه لهالاسر يلي عم بتعيش هالوجع كل يوم. بدك تقول شيء عن هالفيلم اكثر للناس اللي بدها تشوفه؟ انا بس اول شيء ما بحب بقول شيء، يعني بعتقد ان شاء الله يكون هيدا الفيلم. اول شيء بس بدي اقول انه هيدا الفيلم ما انعمل لو ما كان في اذن من اهله لعلي سوين، يعني هيدي نقطه لا. كثير مهمه. انا قلت ما بصور قبل ما اكون في موافقه من عائله علي. يعني اول شيء بدي اقول انه هيدا هو سلسله 15 فيلم قصير من ضمن بيروت 607 يلي عم بينعرض على شاهد، مثل ما قلت ان الله راد رح يرجع ينعرض على NBC. بدي اتشكر كل فريق العمل يلي عن جد اشتغلنا بحب كثير، وكان يعني مثل كانه عم نجرب كلنا نتخطى من خلال هيدا الفيلم. الكتابه كانت لبيي وانا، شاركنا بالكتابه مثل ما كذا مره غدي الرحباني، ممثلين استاذ فادي ابي سمره، مايا يمين، فادي مزبودي، عفيف مزبودي عفوا، دي او بي كانت رشال نوجا، بحب دائما اذكر فريق العمل كله، ساوند ديزاينر لمسوايا،
المنتجين كانوا اي ماجيك وبالاشتراك مع بيك ستوديوز. رح انسى يمكن اكيد الموسيقى كانت لعمر رحباني للكل. بدي اتشكرهم كثير لهالسرعه لانه عن جد عملنا هذا الفيلم بوقت قياسي. يعني في ناس كانوا عم بيقولوا انه امتى لحقته، كتبنا بيومين عن جد. تخيل قد ايه كان كتبنا بيومين كله كان، ولكل المشاريع ال 15 مشروع كانوا عن جد فعلا كثير صعبين. بتمنى من العالم تحضر وتشوف وان شاء الله تقدر تتخطى او يكون هيدا الشيء مثل لحظه توثيق ويكون عن جد اخر يعني خلص نقدر تكون هيدا هامش لشيء جديد. ايه نهايه المطاف ان شاء الله يا رب. نحن بنشكركم. اهلا وسهلا يا ماجي رحباني. شكرا فادي ابي سمره. على شكرا لكل فريق العمل يلي ذكروه. عن جد شكرا لهالتوثيق مثل ما قال كريم بالاخر، لانه ما لازم ننسى ابدا يلي بده يواجه احزانه بده يوثق له وما يكبه ورا ظهره لحتى نقدر نشوف الامل يلي نحن بنتمناه. بدي تابع صباح اليوم شو في الليله على الجديد مع نيشان. التاريخ 21/10/2020. الوقت 9:30 مساء. لقاء من نوع آخر بين ميشيل حايك ونيشان. نيشان وميشيل حايك يلتقيان في حوار من نوع آخر الأربعاء 9:30 مساء على قناة الجديد، وحصريا عبر موقع الجديد www.aljadeed.tv. إذا توقعوا حلقة وحوار مختلف اليوم مع الزميل نيشان وميشيل حايك الليلة المساء على الجديد. كمان من فقرات برنامجنا لليوم ننتقل لمش غلط مع ساندرا فواز. مرحبا. أكثر الأهل بيفكروا أنه الطفل اللي بيسأل أسئلة محرجة وجريئة أنه أكبر من عمره وجريء. هيدي المعلومة غلط. اللي بيميز الأطفال هو حب الاطلاع والحشرية اللي بتساعد على التعلم والفهم، وحب الاستكشاف اللي بيساعد على التكوين الذهني والنفسي أثناء مراحل النمو. كرمال هيك بيلجأوا لطلب الإجابة عن الأسئلة اللي بتخطر على بالهم، بغض النظر أنه في بعض منا بيصنفوا الأهل على أنها محرجة وغلط طرحها من قبلهم. ببلش الطفل بطرح الأسئلة لما بيصير عمره 3 سنين، ومن بين الأسئلة المحرجة للأهل هي كيف خلقت. طفل بيشوف أهله مصدر ثقة، كرمال هيك لازم يكونوا الأهل قد هيدي الثقة. ومن هون منقول مش غلط جاوبوا أطفالكن عن أسئلتهم المحرجة بطريقة علمية موضوعية ومدروسة، وتراعي وعيهم وعدم التهرب من السؤال أو الإجابة بطريقة غير مقنعة أو تأجيل الإجابة، فوقتها طفل بيلجأ لأشخاص آخرين ممكن يكونوا غير موثوقين. شكرا ساندرا. من تابع صباح اليوم وبوصل بضيف اليوم، بستقبل الإعلامية الجزائرية سعاد رتني. أهلا وسهلا فيك سعاد. أهلا فيك. حضرتك جاي باللباس الرسمي لأنك حضرتك فزتي بميس أرب هيومانيتي ب 2020 بمسابقة شاركتي فيها. بس لحد هون وبس، ما بدك تحكي عن هالموضوع، مع أنه أنا كان عبالي أسألك عن هالتجربة الدي عطتك يعني مع كل هالناس اللي شاركتي معهم، لأنك مصرة تحكي عن مشروعك ما بعد فوزك وما بعد هالتجربة. أولا شكرا ماجي على الانفيتيشن. أنا رح أحكي شوي لهجة بيضة لأنه نعم شوي إنجليش. فبالعكس أنا بدي أحكي على التجربة اللي مريت فيها. صوتي شوي رايح. ولا يهمك، عم نسمعك كثير. اوكي. ف تجربة كيف كانت؟ يعني قديش اول شيء شو كنت منتظرة منها لهيدي التجربة؟ هي انا ابدا ما بحياتي فكرت انه امثل بملكة جمال، لانه انا ما بعتبر الجمال هو يعني شكل، بالعكس الجمال جمال بيكون روحاني، بيكون من جوا. الاكسبيرينس كانت اكثر من روعه، كانت
عم نشوف بعض الصور من هالحدث. أخذت لقب الوصيفة الثانية لميس توريزم وأخذت لقبين وميس أرب هيومانيتي 2020. هذا الأعمال الخيرية وهيدا اللقب أعطوني إياه لأنه أنا بدي أعمل أشياء خيرية وبدي أني أشتغل بالأعمال الخيرية مثل ما عم نشوف الانفجار انفجار بيروت وكل المشاكل اللي عم بتصير بالبلدان العربية. هيدا الشيء كتير بيأثر في أنا كإنسانة، فعن جد بدي شق طريقي بهيدا in this way يعني. نعم رح نحكي أكثر كيف وشو المقصود بهالموضوع وليه اخترتي موضوع محدد كمان لإلك. حضرتك إعلامية جزائرية بتشتغلي بدبي، تتنقلين بين دبي وبين لندن صح؟ بمهنتك مهنيا هل بتركزي كمان على القضايا الإنسانية والاجتماعية؟ أنا درست لغات بالجزائر English French، وبعدين قررت انه بدي اعمل شيء، بدي فوت للاعلام لما سافرت على دبي. فانا اهلي عايشين بين لندن والجزائر وانا عايشه بدبي، فعملت دوره اعلام وهلا تخرجت بس يومين قبل الكومبيتيشن، قبل ما تبلش الكومبيتيشن. نعم. فان شاء الله هيدا حيكون بالمستقبل حاشتغل بهيدا المجال اللي هو الاعلام، حيكون ماي كارير. ان ذا سيم تايم انا بدي ركز على الاعمال الخيريه لانه هيدا الشيء انا كثير بحبه، بيعطيني موتيفيشن، واذا ساعدت حي الله حدا اي حدا بكون كثير مبسوطه. وبتقدري هون تستعملي دور الإعلام بالقضايا الاجتماعية الإنسانية يلي صار أكثر عم يدخل بعالمنا العربي، عالمنا الإعلامي إن شاء الله. اللي بدي أسألك أول شيء سعاد، أنك اخترتي قضية الأيتام وهذا الشيء بيعني لك كثير، شو ما بعرف إذا بتحبي تحكي عن، أنا بدي أترك لك الحرية، ما بدي أسأل شيء خاص فيك، بس بعتقد إنه بيعني لك الموضوع تحكي عنه. بيعني لي كتير لأنه أنا ربيت يتيمة. نعم. يتيمة الأب، بس أمي عوضتني وعوضت إخواتي على كل شيء، ما حسينا أبداً إنه ليوم إنه أنا يتيمة، بالعكس أمي كانت البي وكانت يعني she was just an amazing person. بدي أتشكرها كتير، وهيدا التاج اللي أنا حاطته بدي أعطيه إياه وبقلها أنه أنت ملكتي. ف كتير حلو صار اللي عم بتقولي. هيدا يعني عشتي طفولة كنت راضي عنها بس كان ناقصك هالصورة، بدك تعطيها إلى كل طفل يمكن عم بده يعيش تجربتك. أكيد أنه حسيت انه في شيء هلا بطفولتي كثير كنت عم حس انه في شيء ناقص، انه الاب ما بيكون موجود بحياه الابن. هيدا الشيء كثير بيأثر. اكيد الام بتعطي حنان، بتعطي كل شيء، وامي كانت بتحاول على قد ما بتقدر انه بتكون الام والاب، بتشتغل برا وبتربينا وبتدرسنا، فهيدا الشيء كان كثير بريشر لها، وانا كنت عم شوفها قديش كانت بتتعب، وكنت عم اقول ان شاء الله انه اوصل بيوم لبس انه اتشكرها وبس تكون proud of me وتكون فخوره فيي. نعم لا شك عم تسمعك وأكيد بتكون فخورة فيك إنه ربتك أصلاً على هالقيم وعلى هالمبادئ، إنك تعرف قيمة دور الأم وقتها تلعب دور الأم والبي بنفس الوقت. ليه اخترتي إنك تشتغلي على قضايا إنسانية وشو بدك تعملي؟ يعني هل بدك تعملي جمعية خيرية؟ هل بدك تشتغلي مع جمعيات خيرية؟ هل بدك تطال أعمالك الوطن العربي وأنت محددة هالشي ببلد معين؟ لا أنا مش محددة الشيء ببلد معين، بالعكس أنا بحس إنه كل البلدان العربية لازم تكون إيد واحدة. أنا كجزائرية بدي إنه أشتغل كمان بلبنان وبسوريا وبكل الوطن العربي مش بس بالجزائر، إنه بدي ساعد كل إنسان بيكون إنه محتاج مساعدة، شو ما كانت جنسيته، شو ما كانت ديانته، شو ما كان. فهيدا الشيء اللي أنا بعتبر الإنسان روح مش جنسية، أو وإن شاء الله وبتمنى إنه العالم كله بتفكر وبتصير بتفكر بهيدي الطريقة. نعم. إنه منتخلى على هي إنه لا هيدا مسلم وهيدا
It's not something good. It's not something. This is not human things. أكيد. من خلال شو؟ جمعيتي، جمعية خاصة لك أم من مع جمعيات أخرى؟ أنا بدي أكون واجه لجمعيات خيرية ومنساعد فيها مرضى السرطان، الأيتام، العالم اللي ما عندهم أهل. في كتير ولاد هلأ بأفريقيا. أنا هلأ من شي أسبوعين شفت صورة كتير أثرت فيي وتمنيت أنه حطيتها بس ما كان عنا وقت. كتير هيدي الصورة أثرت فيي أنه كيف كان ولد حيموت وأنقذته وحدة، أنه after 3 years كيف حياته تغيرت وكيف صار بيدرس. ويعني كتير أثر فيي هيدا الشيء. فإن شاء الله بكون الواجهة. ممكن توصل إلى محل تاخدي تختاري طفل مثلا وتربيه أنت، تتبنيه، تغيري له حياته؟ معقول؟ معقول كتير، لأنه أنا بحس أنه مش هلا أكيد كل حدا بحب أنه يكون عنده طفله الخاص، بس أنه مش غلط أنه أتبنى. إذا وصلت لمرحلة وكانت حياتي أنه I have a good career, I have a good income، بقدر أني غير حياة حدا وما بيكون محتاج شيء، بقدر أنه أصرف على 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 مدرسته، على كل هيدي الأشياء، أكيد I will do it for sure. حلو. إذا هيدي الرسالة سعاد من بعد فوزك ومشاركتك بمسابقة للجمال، واعتبرتي أنه أي فوز لازم توظفيه بقضية اجتماعية أنت مؤمنة فيها بوطنك العربي اللي عم بيعاني اليوم كتير، ويمكن هيدي من أهم الرسائل يلي ممكن حدا مثلك يوديها. بدك تقولي شيء لحدا معين عم بيعاني اليوم، لطفل عم بيعاني بمكان ما، لناس مهاجرين لاجئين تشردوا ما عندهم بيوت، لأهل يمكن بيروت اللي بعدها لحد هلأ منكوبة، بعدها عم بحاول تطلع من حزنها، لمين بدك تقولي؟ طبعا أنه لا شك أنه كلنا حسينا كلنا تعبنا نفسيا من الانفجار اللي صار ببيروت، والأخبار 24 ساعة كنا عم نتابع، وتمنيت أنه الظروف كانت أحسن لعالم أنه يقدروا يسافروا ويجوا لهيدا البلد ليساعدوا الناس اللي فقدوا بيوتهم، اللي فقدوا شغلهم، اللي فقدوا أهاليهم. فبدي أعزي كل الأهالي اللي فقدوا أولادهم واللي فقدوا بيوتهم، بقول لهم الله معكم وإن شاء الله المستقبل بيكون أحلى والحياة بتتغير بلبنان وبتصير أحلى بكتير. ولكل طفل بدي أقول إن شاء الله يعني كل حدا فيه يقدر إنه يساعد أي ولد، just go for it, do it. سعاد رتني، تركناك توصلي هالرسالة لكل الناس الموجوعين، لأنك اخترتي تحملي قضايا إنسانية مختلفة بعدة دول عربية تعتبري أنك نفسك تنتمي لها. من بعد ما لبستي هالتاج وحملتي هذا اللقب، نحن منشد إيدنا على إيدك، منحييك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون جديد وبلبنان، وإن شاء الله منواكبك بكل نشاطاتك المقبلة. إن شاء الله يا رب ماجي. شكرا للاستضافة. الإعلامية الجزائرية سعاد رتني. شكرا. إذا مشاهدينا رح نتابع وننتقل بصباح اليوم إلى الفقرة السياسية، رح نسمع موجة الأخبار مع الزميلة كلارا جحا، ونرجع ننتقل للحدث مع الزميلة صبر أبو خليل.